أعزائي مشاهدي الكرامة في كل العالم، أهلا بكم ولقائنا الجديد مع ما وراء الأحداث وحلقة أول أسبوع بالنسبة لنا الاثنين 3/6/2013. والحقيقة في الأيام اللي فاتت كانت في أيضا أخبار متلاحقة، وكان في خبر بدا للناس كده أنه تناولوه بقى بأنه سعادة وحكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى، ولكن في النهاية طلع الخبر أو الحكم كأنه مش موجود، في حاجة غريبة بتحصل، محدش فاهم حاجة. وكالمعتاد وقبل كده طبعا بفكركم كان في حكم محكمة أيضا بأنه كان المفروض أنه يعود النائب العام عبد المجيد محمود لمكانه، وانه تعيين ايضا النائب العام الحالي باطل طلعت عبد الله او غير دستوري. ولكن الحقيقه زي يبقى الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضرر معرفش اللجوء لفين، لان القضاء مش في احكام قضاء، بس الاحكام استندت على الدستور اللي بيقولوا ان الدستور ده مش رئيسي، وان الحكم كان من ضمنه حل اللجنه التاسيسيه اللي هي اتحلت اساسا. الله، هو في ايه؟ هو مين عايز ايه امتى وفين؟ صراحة يعني ده اللي يتقال بالنسبة للوضع اللي احنا فيه. كمان في الفترة اللي فاتت برضو بدأت أمور تعلو بالنسبة انه ما زالت مشكلة سد النهضة بالنسبة لأثيوبيا، وانه في مطالب رسمية للكنيسة علشان تتدخل. طب الكنيسة مطلوب منها ايه؟ هنحاول برضو نفهم الكنيسة مطلوب منها ايه بالظبط، وايه اللي ممكن تعمله، وهل هيكون في تأثير معين، وهيصل الى اي مدى هذا التأثير، وهل سيتوقف هذا بناء هذا السد اللي هو اتبنى منه 20% والناس مش دريانة اساسا، ولا ايه اللي هيحصل؟ وفي نفس الوقت كمان بالنسبة لهذا هذه المشكلة هذه الأزمة، الرئاسة طلبت من قوى كثيرة الاجتماعات علشان خاطر حلول لهذه الأزمة. أنا مش عارفة برضو هل الدنيا دي احنا ماشي، هي أزمة قوية وكل حاجة، لكن ما كناش بنسمع قبل كده إنه الرئاسة في حد ذاتها غير قادرة على حل أزمة، عشان كده بتجيب بقى ناس وعايزة تجتمع مع الأزهر ومع الكنيسة ومع القوى الليبرالية ومع المعارضة ومع ومع ومع، ودعوات بقى للناس أرجوكم أنتوا ما ينفعش ان انتوا تبقوا واخدين موقف من الرئيس مرسي، فما تروحوش، ده حاجة مهمة جدا لازم تروحوا. كل الامور دي طبعا حصلت في الايام اللي فاتت، بجانب كمان ان المفترض انه كان في محاكمة احمد دومة النهاردة، وايه اللي حصل في المحكمة، واخبار كده سريعة تاني. وطبعا فوق كل ده اللي بيحصل في تركيا، هو ايه اللي بيحصل في تركيا برضو بالظبط هنتعرف عليه. الناس اللي صارت دي وتقال انها صارت علشان شوية اشجار كانت في زي بارك او حديقة، وانهم هيشيلوا الاشجار دي علشان يبنوا مول تجاري، هل هو الموضوع كده؟ هل الموضوع علشان زي ما ناس بتقول لا ده اصله قالوا ان هم هيوقفوا استخدام الخمور او شرب الخمور في تركيا، وعشان كده الناس دي كلها نزلت الشوارع؟ معقولة الناس دي كلها كانت بتشرب خمور يعني ونزلت الشوارع عشان كده؟ طبعا امور غريبة وبالله تعليقات غريبه من على حسب بقى وكاله الانباء اللي بتنقل 25 ولا الاناضول ولا، وكالمعتاد اللي بيحصل في المعاملات الشرطه، وبنلاقي طرف ثالث، وبنلاقي ناس مدنيين موجودين مع الشرطه في تركيا، وبنلاقي كمان الغاز المسيل للدموع والميه والضرب والسحل والمدرعه اللي كادت ان تدهس واحد، و و و كل ده بنلاقيه هو هو، وكانك بس غيرت اسم الدوله، لكن لان هنا اخوان وهنا اخوان فاللي بيحصل هو هو الحقيقه. ودي برضو مشكله تانية طبعا. في دعوات بعد الثوره اللي قامت في تركيا دي ان يكون في نشطاء بيدعوا ان يكون في توحد من شباب او من نشطاء تركيا تونس مصر لاسقاط الاخوان 30/6. حمله تمرد ما زالت تعمل بجد واجتهاد، واعلنت انه في ارقام مبدئيه كده انهم غالبا وصلوا لاكثر من 9 مليون توقيع على مستوى العالم، بإليهم مندوبين حتى هنا في كاليفورنيا، اللي عايز ايضا في كاليفورنيا يعني يمضي حق يوقع الاستماره ممكن يحاول يسيب لنا بس تليفوناته، ولو في اي تجمعات محتاجه مندوبين احنا عارفين مين المندوبين دول، لو حضراتكم ناس من كاليفورنيا تحبهم ليهم نشاط في كل ارجاء العالم. وبالفعل هذه التوقعات فعلا بتزيد يوم عن يوم، لكن هل سيسقط الاخوان يوم 30 يونيو في مصر وتونس وتركيا؟ كل دي حاجات هنحاول نتعرف اليها في حلقتنا النهارده. خليني ابتدي مع حضراتكم الاخبار على بال ما يكون معانا ضيوفنا، وطبعا في كمان مفاجاه خطيره جدا، متهم من المتهمين في قضيه الخصوص، طبعا هم كلهم اقباط، تخيلوا اللي ماتوا اقباط والمتهمين اقباط، مفيش جديد، لا اندهاش يعني مفيش اندهاش، لانه ده الطبيعي، ولذا كان حصل غير كده ده كان هو اللي هيبقى غير طبيعي. لكن كمان اضيف شيء جديد النهارده، هو مش جديد يعني، قبل كده كان برضو اتهام ميت، بس الميت ده بيقولوا ميت لـ5 سنين وموجود في المتهمين.
ربنا وقدرة ربنا الحقيقة، وله في ذلك حكم. فدي برضه هنتعرف على الأمور دي. دميانة كمان كانت المفروض إن محاكمتها غالبا بكرة، لكن كان في جلسة في الشورى بالنسبة للمدرسة، مدرسة الأقصر دميانة اللي متهمة بازدراء الأديان. في كمان محامي اتحكم عليه بسنة ازدراء أديان، وزي ما الأخ السلفي قال أصله يا جماعة أنتوا بتتكلموا عايزين اسمه ازدراء أديان، ده هو اسمه ازدراء إسلام، لأن الدين الوحيد هو الإسلام. طيب خلينا نبتدي، عشان كده انا بس اديت لحضراتكم فكره عن محتوى حلقتنا النهارده وما يستجد ان شاء الله مع حضراتكم اثناء الحلقه. بالنسبه لاحكام الدستوريه بخصوص الشورى والتاسيسيه، الدستوريه تقضي بعدم دستوريه انتخابات الشورى والطوارئ والتاسيسيه. قضت المحكمه الدستوريه العليا يوم الاحد بعدم دستوريه كل من قانوني انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعيه التاسيسيه، وقررت المحكمه اعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل اللي لسه لم يتم انتخابه. ياه الله، طب هو باطل وهنشتغل بيه؟ طب الدستور باطل؟ طب الجمعية التأسيسية دي باطلة؟ طب كل ده باطل؟ طب انتوا ليه ما حليتوش مجلس الشورى زي ما حليتوا مجلس الشعب؟ ما هي كانت نفس الظروف ونفس القوانين اللي كان على أساسها انتهكت بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب هي بالنسبة لمجلس الشورى. ففي ايه؟ وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل؟ يعني الشورى هيشرع، الشورى موجود لحين انتخاب مجلس النواب القادم، يبقى عملنا ايه؟ جاءت مخيبة هذه الأحكام لأنصار التيار المدني، حيث قضت ببقاء الشورى في وضعه التشريعي وحتى انتخاب مجلس النواب، كما قضت بدستورية وسلامة إجراءات وضع الدستور. ده مش بس كده، ده في ناس قال لك الحكم ده يعني بالرغم من انه زي ما انتم شايفينه كده عدم دستوريه الانتخابات طوارئ التاسيسيه، يعني المفروض لما لجنه تاسيسيه مش دستوريه، يبقى الدستور ده ايه؟ ده قال لك ده هم استندوا على الماده في الدستور اللي هي بتدي الحق لمجلس الشورى بالتشريع وبقائه حتى مجلس النواب، دي ماده في الدستور. الله، يبقى معنى كده انه هذا الحكم بيؤكد الدستور. هل ده ليه علاقه بزياره باجاتو وعضو المجلس العسكري اللي راح وزاره رئيس المحكمه الدستوريه قبل الحكم ده؟ ما هو لازم يكون ليه علاقة. طيب تهاني الجبالي بتقول القضية لها بعد سياسي ووقف النفاذ المباشر للحكم سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية. احنا عندنا حاجات كتير سابقة في تاريخ مصر كله اليومين دول. والمستشارة تهاني الجبالي قالت وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ان حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى وعدم شرعية الجمعية التأسيسية للدستور يعتبر تاريخيا، لان الاثنين قوانين قاموا على قوانين غير دستورية. وصفت تهاني الجبالي قرار المحكمة بوقف النفاذ المباشر للحكم بالنسبة للشورى ومنح حق التشريع لحين انتخاب مجلس النواب بالسابقة التي لم تحدث في تاريخ المحكمة الدستورية، مؤكدة أن القضية لها بعد سياسي. تأخرت الدستورية كثيرا في حسم مصير مجلسي الشعب ومجلسي الشورى الباطل، لذا فحكم اللي اتحكم يوم الحد بلا معنى يجعلنا نتساءل هل هناك مؤتمرات سياسية قد تمت ودفعنا ثمنها؟ استمرار مجلس الشورى الباطل وغير الكفء في سن تشريعات بخطورة قانون الجمعيات والسلطة القضائية مأساة تتحول مسؤوليتها الدستورية تتحمل مسؤوليتها الدستورية، هذه هي الحقيقة، فلا تخدعوا أنفسكم بغير ذلك. ده من نشطاء الفيسبوك. وخلينا نستمع لأيضا رأي حمدي الفخراني بالنسبة لهذا الحكم، والحقيقة ليه تعبير، هو استخدم تعبير زي ما احنا بنلاقي دلوقتي حاجات كتير بيتقال عليها خلية إخوانية نائمة زي ما اتقال على باجات وكده، فهو بيقول الدستورية العليا خلية إخوانية نائمة. لكن ده اول مره في الاستودنت انا بسمع عدم دستوريه القانون انتخاب مجلس الشعب والشورى. انا كنت سعيد جدا، بس ما سمعتش الفقره الرابعه اللي كانت مهتم ارجاعها للنهايه، اللي هي بتقول يظل مجلس الشورى يؤدي عمله لحين انتخاب مجلس النواب وفقا للضوابط الموجوده في الماده 32. المحكمه الدستوريه تمتي ارتزقته حكما بمضمون اللجنه التاسيسيه اللي شكلت الدستور ده، اللي قالت الماده الباطله دي اللجنه التاسيسيه اصبحت لجنه غير دستوريه، اللي طلعت الماده 32 يمكن تستغلها في الحكم الثاني ده كلام غير مقبول اطلاقا. كده المحكمه الدستوريه مره ثانيه
الخلية الإخوانية النايمة، وهنكتشف الكلام ده كله. وظهر هذا تصرفات المحكمة الدستورية المستشار حاتم بجاتو، المستشار حاتم بجاتو اللي كانوا بيشتموه يقولوا يا بجاتو دمرك فين روحاته، وثبت أنه خلية إخوانية نايمة، وتم تعيينه في السلطة التنفيذية مكافأة له على تصديه لانتخابات الرئاسة وعلى دوره الرئيسي في أن يعلن فوز الدكتور محمد مرسي. ناس كتيرة قالوا على فكرة ان هم زعلانين جدا انهم ممكن انهم يعلقوا بمثل هذه التعليقات على دستورية او على حكم قضاء وحكم محكمة زي المحكمة الدستورية، بس بصراحة الحكم غريب فعلا. يعني الحكم، يعني انت حكمت بايه؟ طب ما كنتش حكمت احسن؟ لكن الحكم يعني مش قادرة اقول، مش عارف يعني اللي هو فعلا انتوا بتعملوا ايه. في واحد بقى دمه خفيف الحقيقة، ويعني على فكرة طبعا احنا بنقول دايما التعليقات اللي بتبقى ساخرة في الفيسبوك دي نتيجة لانه الناس فاض بيها خلاص مش عارفة تعمل ايه فبتضحك. هتعمل ايه؟ ما هو لو ما ضحكتش والنور قاطع والمية قطعة والاحكام غريبة والدنيا غريبة والاخوان ولا هممهم وعاملين تجرد قدام تمرد والامور غريبة كده، ويعني عايزين يحملوا مسؤولية عدم يعني عدم مقدرتهم على حل المشاكل فيجتمعوا مع ناس تانية علشان يقول لك احنا عملنا اللي علينا واجتمعنا وبالتالي مش مشكلتنا زي أزمة سد النهضة يعني. وبالتالي يعني كتبوا كده على الفيسبوك ملخص حكم الدستورية: جواز مصر من الإخوان حرام، يعني جوازهم الجواز يعني، بس ممكن يكملوا في الحرام عادي. ينفع؟ طيب عموما خلينا برضو نشوف بعد كده تداعيات أزمة سد النهضة. وزي ما اتكلمنا وكان معانا الأستاذ مجدي خليل وشرح لنا أشياء كثيرة الحلقة الماضية، وإنه فعلا التدخل العسكري غير ممكن بالمرة، الموضوع استثمار لأكثر من 12 دولة، الموضوع أنه المفترض أنه ما قدموش أي حلول غير أنه يكون في تعاون في هذا الأمر، وأنه الدول المستثمرة حتى ناس كانوا نشرين خبر كارثة ده السعودية في أول الدول اللي هي مشاركة في الاستثمار. الله، طب وكل ده وكان الاخوان نايمين، طب هما كانوا بيعملوا ايه الفترة اللي فاتت؟ تمكين. طيب شكرا. عموما تفاصيل جلسة الحوار الوطني بالرئاسة لمناقشة تقرير لجنة سد النهضة الأثيوبي. أكد الرئيس محمد مرسي أن الجميع وقف أمام التحدي الأمني في سيناء، قائلا أن مواجهة التحدي الأخير في سيناء كان مثالا عظيما يحتذى به، ويوضح كيف يقف المصريون معا من مؤسسات وقيادة. هو إيه اللي حصل في موضوع سيناء؟ الجنود اللي راحوا ورجعوا؟ تحدي. أفاد الرئيس مرسي خلال جلسة الحوار الوطني لعرض تقرير اللجنة الخاصة بسد النهضة الأثيوبي المنعقدة اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بأن مواجهة التحدي الأمني في سيناء جاء بتكاتف المؤسسات والقيادات الرسمية والشعبية. طب أنا عايزة أشوف يعني هنوصل مع بعض إن شاء الله للسد، ما تقلقوش. قال الرئيس إن ما نواجهه فيما يخص ملف نهر النيل يستوجب من كافة أطياف والأطراف الاصطفاف صفا واحدا لكي نعمل على منع وقوع أي تهديد لمصر بأي شكل من الأشكال. أضاف إن مصر هبة النيل، والنيل هبة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يمنعها أو يعوقها، مؤكدا أنه لن يغض الطرف عن أي محاولة للمساس بحصة مصر في نهر النيل. سيدي الرئيس، الموضوع مش محتاج كلام وعبارات كبيرة وعبارات احنا كلنا عارفينها وحافظينها وبالدعاء، وانه انت عارف الموضوع وانه ان شاء الله ما حدش هيقترب نحو حصة الموضوع، يعني اقوى من يعني الموضوع عايز افعال وليس كلام. تابع الرئيس ان مؤسسات الدولة تتحمل المسؤولية كاملة فيما يخص نهر النيل. اهو مش قلت لكم مؤسسات الدولة والناس الليبراليين والمعارضة والكنيسة والازهر كله يتحمل على كافة القوى السياسية بشفافية تامة، معربا عن شكره وتقديره لمن لبى دعوته بحضور الاجتماع الوطني اليوم. أشار لأنه دعا الاجتماع بعد توافر المعلومات الشاملة عن ملف سد النهضة حتى تبني القوى السياسية آرائها ومقترحاتها وتكليفاتها على أساس دقيق، وبالتالي تقوم القيادة السياسية والتنفيذية بدراسة ما يمكن تنفيذه. نوه بالاجتماع اللي تم عقده يوم الأحد مع اللجنة الثلاثية الخاصة بدراسة سد النهضة وتأثيره على حصة مصر، والتي عادت أمس الأول السبت بحضور وزير الري ووزير الخارجية والمعنيين بالأمر من الجهات الأمنية. الرئيس مرسي قال: سنعرض عليكم نتائج اللجنة اللي هي يعني النهاردة قال لهم كده، وربما لا تكفي هذه الجلسة
لاستنفاذ كل الأفكار لاتخاذ كل القرارات والإجراءات لحماية نهر النيل، مضيفا أن تاريخ أفريقيا مع مصر ومع ما وقع في سنوات سابقة لا يخفى عن أحد. وتابع مرسي أن العلاقات بين مصر والقارة الأفريقية شهدت نوعا من البعد والوقيعة وبالأخص أثيوبيا، فالأفارقة لهم طبيعة مع بعضهم البعض، ونحن نعود لنضع أقدامنا بكل ثبات في القارة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تنافس شكلي بين جنوب أفريقيا ومصر في مسائل خاصة بالقارة، سواء في تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن أو في النمو الاقتصادي وحل المشكلات. وقال أن مصر جزء من القارة الأفريقية، مصر تعد المدخل الرئيسي لشركات ضخمة في العالم تريد أن تستثمر في أفريقيا، منوها بزياراته إلى كل من أثيوبيا والسودان وأوغندا وجنوب أفريقيا. طب ما هو الزيارات دي خدنا منها إيه؟ ما انت بعد ما زرت اثيوبيا رجعنا لقينا احتفاليه الاتمام اكتر من 18% من السد. قال مرسي ان النيل يجري في السودان حوالي 2000 كيلو متر. هل ندخل بقى في جغرافيا؟ يعني بصراحه يعني ايه، ما وصلناش لحاجه. وفي بعض الفيديوهات اللي احنا عايزين يعني هاجلها بس علشان خاطر يعني انضم معانا دلوقتي ضيف عزيز علينا الاستاذ نادر شكري الصحفي المعروف، وهو كان متابع بصراحه موضوع الخصوص. برحب بيك استاذ نادر. استاذ نادر شكري، اهلا بحضرتك معانا. استاذ نادر، طيب عفوا اعزائي المشاهدين، هنحاول نعود الاتصال مره اخرى على بال ما نتصل. طيب خلينا نعرض بعض الفيديوهات اللي انا بقول لحضراتكم عليها بالنسبه لهذه الجلسه اللي كانت جلسه الحوار الوطني واللي حصل فيها والامور الغريبه اللي بتحصل. حسبه الرئيس بتربك الحاضرين بمؤتمر سد النهضه، وايضا الرئيس محمد مرسي بيقول عندنا امكانيه نمص الصدمه. فبالتالي انه الامور دي كلها يعني مش قادرة أعرف. نستمع إلى الفيديوهين مع بعض على بال ما نتواصل مرة تانية مع ضيوفنا. مما أسمعه يعني أنه سد النهضة، هذا سد الحبشة، ده سد إثيوبيا، ده على النيل الأزرق، يؤثر على توليد الكهرباء في مصر بنسبة 18%. طبعا احنا عندنا محطات كهرباء بالمازوت وبالغاز والسولر ملهاش دعوه بسد النهضه يعني. لكن السد العالي يساهم تقريبا في الكهرباء بتاعت مصر ب 2000 ميجا وات، بالنسبه لتقريبا 27 الف ميجا وات. يعني 2 بالنسبه ل 27، احيانا 27 تبقى 25 تبقى 23 حسب الصيف والشتاء، لكن تاثيره تاثير السد العالي. فالنسبة التي تقال في تأثير الكهرباء أو سد النهضة على توليد الكهرباء في مصر على السد العالي اللي هو يمثل لو خدنا المتوسط 15% من كهرباء مصر، من 2 من 26 من 27 من 25، ف 2 على 25 في 15% هو ده نسبة التأثير اللي تطلع تقريبا يمكن أقل من، لا 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 احسبها كويس، احسب اقسم 2 على 27 واضربها في 15% 8%، 2 وتضرب 8% في 15% يطلع كام؟ 1.2 على طول. 15% هي 5% ان سد النهضه يؤثر على كهربه السد العالي. ما هو ده الكلام، ان هو قد يؤثر ب 18% على الكهرباء في مصر. هو لو يعني انتوا هتسمعوا معلومات، لو بيأثر على توليد الكهرباء في مصر يبقى بيأثر على توليد الكهرباء من السد العالي اللي هي تمثل 8% من تضرب 8% في 15% يطلع 1.2، لكن مش معنى كده ان احنا نسيبها. بس انا بقول لان احيانا المعلومات بتبقى فنيا تحتاج الى بعض التمحيص، واحنا لما تزيد الميه عندنا تاخد وقت لغايه ما توصل، عندنا مفيض طشقي ومفيض اخر في الجنب الثاني، فعندنا امكانيه ان احنا نمص الصدمه إذا ما حدث لا قدر الله انهيار مفاجئ لسد كبير عنده مخزون. أنا عن نفسي يمكن ده مش شاطرة في الحساب، أنا ما فهمتش هو عايز إيه في الحسبة دي، وأعتقد إن كل الحاضرين ما فهموش، بس مش مشكلتنا أصلاً، الموضوع مش حسبة وأرقام ولا كلام، صدقوني. مش قادرة أفهم هم مش عايزين يوصلوا للكلام ده ليه، لا الموضوع اجتماعات ولا حسبة ولا كلام. الموضوع المفروض كان من سنين فاتت وهم مش واخدين بالهم عشان بيعملوا حاجات تانية. عشان بي 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 بيخونوا كل مؤسسات الدولة،
علشان عايزين القضاء يبقى متأخون كمان، عشان عاملين أزمة في بيخترقوا كل الأحكام، بيحاولوا يسيسوا كل حاجة، هو ده اللي بيحصل. لكن أزمة زي دي مش مهم نقعد ونجتمع ونضرب أرقام، في اضرب مش عارف 15%، طب ايه ال 15% بتاعت ايه في 8 على مش عارف كام في كام تطلع كام؟ حلو. يعني انا عشان كده باكد انه بجد فعلا الكلام بتاع الرئيس محتاج كتاب لوحده، مذكرات فعلا لوحدها، مش كتاب انجازات. لا، ده تصريحات الرئيس وكلامه وحساباته وكل حاجه، والقرد والقرداتي والحمامه والتعبان ودونت ميكس، وكل ده محتاج حقيقي فعلا كتاب، يعني قاموس، هيبقى قاموس مميز جدا. ويمكن بعد كده نلاقي رؤساء بيحتزوا بهذه الاقاويل وبهذه التشبيهات وكل الكلام ده. طيب، يعني الحقيقة انه الوضع محتاج كلام كبير، وزي ما قلنا احنا نتمنى ان الكنيسة، زي ما شفتوا كان في ممثل عن كل الكنائس، كان في الاب رفيق بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، وكان في كمان نيافة الانبا دانيال اسقف المعادي ممثلا ايضا عن الكنيسة الارثوذكسية، وانه في مساعي وفي امور كثيرة بالنسبة لتدخل، انه مساعي ومطالب بالتدخل الرسمي لقداسة البابا تودروس في هذه الأزمة، واستكمال للكان النشاطات اللي كانت بتتم عن طريق قداسة البابا شنودة الحي الله ينيح روحه. لكن هنشوف، لأنه زي ما قلنا الموضوع ده مش محتاج كلام كنيسة يعني، أو وإنه المفترض إنه يتم التفاوض مع أثيوبيا، أو يتم يعني زي قلنا حتى تفاوض ممكن ما يجيبش نتيجة قوي، لكن التعاون في كل الدنيا، والتعاون مع المستثمرين، ونظرة على الأمور كده، ومحاولة اللحاق باتفاقية عن تيبي، وكل الكلام ده محتاج بتهيألي مصر والسودان إن هي تتصرف. ده مش بس كده، ده احنا فوجئنا إن في اتهامات للسودان مثلا من أيمن نور النهارده في حواره مع أون تي في في حاجات كتيرة قوي يعني. فالمفترض احنا مش في وقت برضو يعني تحميل أي حد ولا نتهم، لازم يكون في تعاون ما بين كل دول حوض النيل مع المستثمرين، علشان ما يبقاش نهضة لأثيوبيا بس، لأنه ده نهضة فعلا لأثيوبيا. في ناس بتقول ده على فكرة، ده لأنه اسمه النهضة مش هينجح. لا، ده في دراسة، في خبراء، في أمور كثيرة جدا. فالموضوع مش تسمية نهضة، الموضوع هم فعلا يعني هيؤتي بثمار كبيرة جدا بالنسبة لأثيوبيا. طب عشان الثمار دي تعود على كل دول حوض النيل والدول كلها، مش بس المنبع زي أثيوبيا، محتاجين يبقى في تعاون. ممثل الكنيسة بيقول أثيوبيا دولة مدنية ولا تأثير لنا على قراراتها السياسية. ده نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالاجتماع الوطني برئاسة الجمهورية لمناقشة قضية سد النهضة الأثيوبي، قال إن هناك تأثيرا لم يتكلم أحد عنه، وهو التأثير النفسي على المصريين جراء بناء هذا السد. أوضح نيافة الأنبا دانيال خلال الاجتماع الذي نقله التلفزيون المصري على الهواء مباشرة أن تاريخنا معروف بالنسبة، وأن النيل مصدر استقرار المصريين، وبالإعلان عن بناء النهضة سيضطرب المصريين نفسيا، وده فعلا اللي حصل، ولقلقهم للقلق على الزراعات ومصدر المياه لهم. ردا على عمرو خالد رئيس حزب مصر قال له انه يجب ان يكون للكنيسة دور في حل الأزمة. الأنبا دانيال قال له أثيوبيا دولة مدنية تربط الكنيسة الأثيوبية، يعني في ترابط ما بين الكنيسة الأثيوبية بالكنيسة الأرثوذكسية، وفي علاقات روحية قوية، لكن لا قوة لنا للتأثير على قراراتها السياسية، ولا يمكن أن نعول على الكنيسة الأرثوذكسية هنا في مصر حل الأزمة، كما أن أثيوبيا بها العديد من الاضطرابات ربما تؤثر سلبا على تدخل بطريرك أثيوبيا. ونيافة الأنبا دانيال خلال الاجتماع قال أن أحد الحلول المهمة تتمثل في الحوار، حوار تعاون بضمانات دولية، واحتواء الأزمة في وجود مؤسسات دولية تشترك معنا في الحوار لإقناع كل الأطراف الدولية المعنية والوصول لحل. أشكرك نيافة الأنبا دانيال على هذا التصريح، وأعتقد الجميع يشكرك، وده كان الرد اللي احنا كنا محتاجينه ومتوقعينه الحقيقة من الكنيسة. هنرجع تاني أعزائي المشاهدين للمحاكمة اللي كانت بالنسبة للمتهمين في الخصوص، قضية الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية. وزي ما قلنا، هو في الأول قتل شخص مسلم، وكانت الموضوع خناقة ومعاكسات وأمور ملهاش علاقة خالص، لا برسمة كانت اتعملت على معهد ديني ولا بأي حاجة. وبقدرة قادر لقينا زي مشكلة إمبابة وأختهم عبير، برضو لقينا نفس الحكاية، حرايق وكنائس بتتحرق، وناس أقباط بيموتوا، وناس بتولع فيها في الشارع زي هلال،
وواحد ملوش ذنب برضه زي داوود، وكل الناس اللي اتقتلت دي وفي النهايه المتهمين ايضا اقباط، واحد قبطي من 5 سنين ميت. معانا ومع حضراتكم الاستاذ نادر شكري الصحفي وكاتب في كثير من المواقع الحقيقه والمجلات. برحب بحضرتك استاذ نادر. استاذ نادر انا يعني بحاول اسمع حضرتك. استاذ نادر احنا بنحاول دلوقتي يعني نتواصل مع حضرتك، اتمنى تكون حضرتك سامعني دلوقتي. بعتذر مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وهنحاول إن شاء الله المهندس الصوتي هيصلح لنا الأزمة دي إن شاء الله. طيب يعني نتمنى إن احنا المرة الجاية نقدر نتواصل ونتكلم عن هذه الأزمة إن شاء الله. بالنسبة يعني دي كانت حاجات الحقيقة، يعني في حاجات كتيرة كده بتحصل بيتقال إنها سابقة أولى من نوعها، لكن يعني حينما تأتي لأحكام القضاء وإن احنا نعلق، طب هنعمل إيه؟ قولوا لنا إيه اللي ممكن نعمله غير إن احنا نعلق على أحكام قضاء أو على سير التحقيقات أو على النيابة وكل الكلام ده كله، لما نلاقي إنه للأسف الشديد يعني واحد من المتهمين المسيحيين المتهمين ميت بالفعل ويضطروا إنهم يقدموا شهادة وفاة ليه؟ ما هو احنا هنا يعني دي صدمة مش كارثة، صدمة وكارثة وكل حاجة. ولما نلاقي ان كل المتهمين مسيحيين، يعني هم اللي قتلوا المسيحيين، طب مين اللي قتل المسيحيين؟ مين اللي حرق هلال في الشارع؟ مين اللي عمل كل ده؟ مين اللي راح واعتدى على الكاتدرائية؟ وكان في الأيام اللي فاتت الحقيقة كان اتفجرت أمور كثيرة بالنسبة للموضوع ده، إنه كان الشرطة عندها أو يعني كان في مخابرات أو أيا كان، يعني كان في رسالة وصلت أو معلومات وصلت إنه هيحصل اعتداء على الكاتدرائية، وكان في طلب من إنه يتم تحويل الصلاة من الكاتدرائية لأي كنيسة تاني بالنسبة للشهداء الخصوصي. يعني أنتوا كنتوا تعرفوا، طب كنتوا تعرفوا وكان الحل إن الصلاة تتنقل لكنيسة تانية، ولا إنه كان الأمر يجي من ناحية إنه أنتوا تأمنوا كويس، لكن إحنا شفناكوا واقفين معاهم واقفين مع البلطجية. فاللي بيحصل ده بقت يعني أمور مش عارفين نعلق عليها إزاي. يعني خلاص خلص الكلام اللي نعلق بيه وبنتكلم وبنعيد وبنزيد في الكلام هو، فمش عارفين يعني محتاجين فعلا ربنا يتدخل، محتاجين امور كتيره تتصلح. هل فعلا لما الاخوان هتمشي كمان ازمات الكهرباء والكلام ده كله ده يعني ده اذا كان فعلا هيمشوا؟ فانا مش عارفه، صدقوني مش عارفه. نحاول تاني نتواصل مع الاستاذ نادر شكري. استاذ نادر اتمنى تكون حضرتك سامعني دلوقتي. اهلا بيك يا دكتوره، مساء الخير. مساء النور استاذ نادر، برحب بحضرتك معانا. والحقيقه طبعا يعني المفاجآت اللي بتتوالى والخطوط السير اللي بتمشي في كل الاحكام في كل القضايا القبطيه الحقيقه هي. فحضرتك كنت متواجد في هذه الجلسه، احكي لنا بقى كده حضرتك ايه اللي توقفت عنده والامور كلها كده ومين المتهمين والجلسه في النهايه خلصت على ايه؟ يعني طبعا هي القضيه يعني غريبه، قسموها لقضيتين يعني الحقيقه مش عارف الفرق بينهم، لكن الغريبه ان هو طبعا في القضيه الاولى اللي هي الاحداث الخصوص الاصليه ومتهم فيها 33 شخص منهم 8 اقباط، والقضيه الثانيه 10 متهم فيها 10 اشخاص على خلفيه احداث الخصوص ان هم اتقبض عليهم في مسجد صلاح الدين بعد احداث الخصوص بثلاث ايام، معاهم بعض الاسلحه وكانوا يستعدون للهجوم على احدى الكنائس. طبعا الامر الغريب في هذه القضيه دكتوره منى، اولا انه يتم وضع اسم متهم قبطي يوسف عزيز متهم رقم 32 في القضيه وهو متوفي من سنه 99، يعني ده اللي بياكد تحريات الشرطه اللي قامت على شكل باطل او شكل مفبرك. الجانب الثاني الكارثه الكبرى اللي انا صدمت بيها ان كل الاعداد المقبوض عليهم دول اجمالي 43 شخص، نعم لا يوجد متهم واحد موجه ليه الاتهام بقتل الستة اقباط اللي قتلوا في الخصوص، في حين
أن الشخص المسلم الذي قتل في مشاجرة بدأت في بداية الأحداث موجه اتهام لخمس أشخاص. الشخص الأول موجه للقتل مع سبق الإصرار والترصد، والآخرين بالاشتراك أيضا مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمد والشروع في قتل اثنين آخرين. وده كان مفاجأة وكارثة كبيرة جدا أولا، وده حسب ما قالوا كمان حتى المحامين في الدفاع عن عائلة إسكندر. طبعا الغريبة والشيء المؤلم أن يكون السبع أفراد اللي مقبوض عليهم الأقباط كلهم عيلة واحدة، ويمكن في أربع إخوات ووالد اللي هو فاروق عوض وأولاده الأربعة في نفس القضية طبعا اللي هو اتحرق بيتهم بالكامل وتم تدميره وهم الان بيتم محاكمتهم. الدفاع قال انه يعني اذا كان من ضابط الشرطه او الشرطه اجرت تحريات وقدمت ست متهمين في قتل المسلم وهي ما كانتش موجوده في بدايه الاحداث، فكيف لها لا تقدم داني واحد في مقتل ست اضباط اللي قتلوا اثناء وجود قوات الشرطه نفسها؟ فده امر غريب جدا، وكان يوضح ان دم الاقباط رخيص. وطبعا في كالعاده يعني لا تختلف القضيه عن قضيه احداث ابو رقاص انه هيتم الدفع بكبش فداء على الاقل بخمس ومبابه امبابه يا استاذ نادر. يعني انا ده رجع لي برضو امبابه جدا، يعني برضو المتهمين اللي كانوا اتهموهم في احداث امبابه ايضا كانوا الاقباط وهم اللي اخذوا احكام، وبرضو اللي قتلوا في امبابه ما عرفناه، ما فيش متهمين وجهت اليهم التهمه. لكن كده يعني احنا الحقيقه دي ماساه، يعني وزي ما حضرتك بتقول هو كده يوسف عزيز متوفي يعني من اكتر من يعني من حوالي اكتر من 10 سنين تقريبا. هو طبعا مسلسل يعني ما بينتهيش يعني في نفس القضايا ونفس الامور. يعني انا افتكر كانت قضيه في دفش لما تم قتل قط على يد مسلم واعترف بالجريمه وقال وسلم ادوات الجريمه وياخذ يعني براءه واعتبار انه واتهم القط بالتلصص على منزله. يعني كانت قضيه واضحه جدا في دفش، انا فاكر جدا هذا الشاب في ولاد واخذ المسلم براءه اللي كان سلم سلاح الجريمه واعترف بالجريمه. طبعا ده يعني انا مش متذكراها القضيه دي يا استاذ نادر، يعني دي كان في دفش قبل كده في قريه اسمها دفش مش عارفه تبع مين فكرني معلش، وكانت الاحداث ان دي يعني ان كمان الشخص القاتل المسلم كان اعترف وسلم السلاح وبالرغم من هذا طلع براءه. اعترف يا فندم وسلم سلاحه، ولاول مره اشوف في القضيه حاجه اسمها تهمه التلصص. ان الدفاع كان بيقول ان القطي كان يتلصص على جاره المسلم، يعني ينظر الى فتحه النافذه المنزل يعني، وبالتالي هو قام بقتله لانه تلصص يعني على هذا حسب ما جاء في المحضر. ونفاجئ بعد ذلك طبعا لانه يعني الدفاع المدني او الدفاع الدفاع الحق المدني ما راحش في الجلسه دي، لكن المتهم بالرغم ان هو معترف في محاضر الشرطه والنيابه فاخذ براءه في هذه القضيه. يعني هناك طبعا الكثير من الامثله الكثيره في هذه الاوضاع. من كام سنه يا استاذ نادر معلش انا بس عشان مش متذكره خالص على حاجه عن القصه دي، ده من كام سنه الحادث ده بتاع؟ من ثلاث سنوات، والشاب كان اسمه ميلاد وكان وحيد والديه، يعني ثلاث سنين وكان وحيد والديه. يعني دفش دي بني سويف ولا دفش دي فين؟ دفش صمالوط، مركز صمالوط. صمالوط افتكرت، تمام. طيب يعني احنا يعني اللي احنا عاوزين نوصله للمشاهدين دلوقتي انه للاسف الشديد انه هذا يعني هذا الاسلوب متبع دلوقتي منذ سنوات بالنسبه لكل القضايا التي تخص الاقباط، لكن يعني الى متى وفين المحامين وفين المطالبات بانه فين المتهمين من في قتل الستة اقباط يا استاذ نادر؟ يعني هنا دور المحامين برضو كان ايه والدفاع بتاعهم كان ازاي وباقي الصوره في المحكمه كان شكلها ايه؟ الحقيقه انه حتى المحامين يعني المسلمين في القضيه الثانيه بيستغربوا يعني نفسهم يعني. وطبعا كان ايضا الاستاذ محمد الحميد وهو احد المحامين
الاسره القطريه مع الاستاذ اسكندر سمير ابن سمير اسكندر اللي هو محتجز على ذمه القضيه، واستغرب انه الشرطه تحريات الشرطه والدفاع والامن الوطني والامن القومي لم يقدم اي تحريات بشان مقتل 6 ضباط قتلوا بالرصاص في طلقات واضحه جدا، حتى ان التقرير ضد الشارع يعني لم يقدم بشكل واضح. وايضا هناك شخص حرق امام الكنيسه امام او مسمع الجميع، واشخاص معروفين من قاموا بحرق هذا الشخص الذي راينا جثته، وكانت جثه القديس سيدهم بشاي. فامر مهم جدا ان الشرطه لم تقدم اي تحريات، وقد دارت 33 شخص اللي اتقبض عليه بمطوى، اللي اتقبض عليه بقراءات، اللي اتقبض عليه مش يعني قضيه. طبعا هم في الاول في النهايه هياخدوا براءه، انا واثق انهم هياخدوا براءه كالقل يعني كالمعتاد في كل القضايا اللي بتم تهدئه الراي العام ومحاوله ان هناك طرفين في القضيه. وبالتالي لو يدفع الاقباط الثمن انه موجه ليهم تهمه القتل العمد. في نفس الوقت سمير اسكندر هذا الرجل الكبير الذي من عمر 60 عام محتجز في او بيتحاكم بتهمه التستر على متهمين. الحقيقه ان المحامي قدم تقرير واضح من الشرطه او النيابه انه تم مداهمه منزله وتكسير اساس المنزل والبحث عن المتهمين بمنزل سمير اسكندر، ولم يتم العثور على اي من المتهمين. اذا اين هم المتهمين المتستر عليهم؟ في نفس الوقت اللي كان عوض فاروق وابنائه كانوا بيسلموا نفسهم في مديريه الامن في هذا اليوم، وبالتالي سمير اسكندر وايضا يوسف عزيز اللي هو المتوفي الاثنين متهمين بالتستر على متهمين لم يتم العثور عليهم في منزلهم. عشان يوسف عزيز يعني هل كان متستر على المتهمين في المقابر؟ يعني شخص متوفي من 11 سنه ويتقدم في هذه القضيه كان شيء يوضح مدى التحريات اللي بتقوم بها الشرطه، التحريات الكاذبه. ودي مش اول وقت احداث ماسبيرو والمجزره بتاعت ماسبيرو مكان الحياه. اتفاجئنا برضو ان الشهيد مينا دانيال ايضا من ضمن المتهمين. يا استاذ نادر، يعني السيناريو بيتكرر بشكل فج الحقيقه في كل مره، يعني مش كده ولا ايه؟ حقيقة هم مش حتى الميتين مش بيرحموهم، يعني للاسف الشديد الاباط بيمروا بعصر سيء جدا. الاباط بالذات انا بعتبرهم يعني الاقباط على مذبح القضاء، ده حقيقي. ده عنوان نقدر نقوله بعد الثوره، ودينا بنشوف اللي بيحصل في وزراء الاديان، وبكره قضيه دميانه عبد النور. فده مسلسل مستمر في هذا الامر ضد الاقباط، ان هم بيتم الحكم عليهم يمكن من اول جلسه دون وجود اي ادله او دون وجود اي سندات. في نفس الوقت اللي بي على الجانب الاخر لا يتم محاكمه اي من الذين يقومون بقتل الاقباط. اعتقد انه في جميع الاحداث الطائفيه لم يحاكم مسلم على قتل قبط سوى في حادثتين، الحادثه الاولى طبعا نجا حمادي حمام الكموني، والحادثه الثانيه في قريه الغريزات بسوهاج اللي صدر فيها حكم. وطبعا ايضا في احكام ضد الاقباط ايضا هناك مسلم قتل. اعتقد بهذه هم القضيتين الوحيدين اللي اتذكرهم ان صدر فيهم احكام ضد مسلمين بقتل الاقباط. اما يعني العشرات من الاقباط اللي قتلوا على مدار السنوات الطويله الماضيه من فتره السبعينات لم يحاكم احد على قتلهم للأسف الشديد. لكن زي ما بنقول دايما فوق العالي عالي. إلهنا السماوي قال يعني هيدافع عننا واحنا صامتين. احنا مش صامتين معناها ان احنا ما نتحركش، لكن زي ما قلنا لازم نعمل الدور اللي علينا. لكن لما بتقف الدنيا كده عند قانون وقضاء الحقيقة للأسف الشديد ما بيجيبش حقنا. اعتقد انه بيكون في مساعي اكبر، وفي نفس الوقت نرفع يعني فعلا هنا بقى مش دعاء عشان خاطر الامطار ونهر النيل والمحصة تزيد، لا ده دعاء هنا علشان فعلا ربنا بيجيب لنا حقنا وهو بيتأنى، لكن في حينه يسرع. يعني اكيد ربنا عنده وقت، لان كتير قوي بيقولوا امتى، لكن لا
أوقاتنا غير أوقات ربنا. أستاذ نادر شكري الصحفي والكاتب وأيضا صحفي بوكالة مسيحية الشرق الأوسط، بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا وكل هذه التفاصيل الخطيرة الحقيقة، وأيضا يعني نتمنى يكون حضرتك متواجد معانا باستمرار. بشكرك جدا أستاذ نادر. طيب عرفنا اللي حصل للأسف والمأساة والموضوع بيتكرر، خلينا نروح تاني لموضوع أزمة، موضوع أزمة النهض، سد النهضة وأثيوبيا والكنيسة ممكن يكون دورها إيه؟ والحقيقة أفضل من يتحدث معنا في هذا الأمر هو الحقيقة الدكتور إيهاب رمزي المحامي المعروف. طيب هو لسه هيتواصل معانا حالا. ودكتور ايهاب لو تتذكروا حضراتكم كان في لجنه ذهبت من الكنيسه ايام المتنيح البابا شنودة الثالث في مساعي ايضا لموضوع ازمه المياه النيل، والازمه دي من فتره زي ما قلنا وكان في تدخلات كثيره جدا، وانه كان في وفد راح لاثيوبيا وكان من ضمنهم الدكتور ايهاب رمزي. واعتقد انه ان شاء الله يعني نحاول انه يعني احنا انا اتبسطت قوي بتعليقات او بكلام يعني نيافه الانبا دانيال في الاجتماع، هذا الاجتماع الوطني اليوم، واعتقد ان شاء الله انه الامور كده باذن الله تاخد ايضا هذا الـ يعني ندعم هذا الامر اكثر واكثر، ان الكنيسه في ترابط روحي بين الكنيستين، وانه ده موضوع شأن سياسي، وانه ما فيش حاجه اسمها اقحام الكنيسه والدور الوطني للكنيسه والكلام ده كله، لانه هنا الموضوع محتاج امور سياسيه كبيره، خبراء، تعاون، اتحاد، حوارات، ما هوش بس يا كنيسه روحوا اتكلموا مع الكنيسه الاثيوبيه، الكنيسه تتكلم، يعني انتوا متخيلين ان الكنيسه في اثيوبيا هتتكلم مع يعني مع المعنيين بالامر في اثيوبيا وتقول لهم وقفوا يا جماعه عشان والاستثمارات دي كلها للدول، يعني ايه التخيل؟ ايه المطلوب من الكنيسه بالظبط؟ وايه اللي ممكن تعمل؟ يعني انتوا شايفين ان الكنيسه عايزه ايه كحكومه مصريه؟ تعمل ايه؟ فبالتالي عشان نقدر نحط النقط على الحروف. طيب على بال ما نتواصل في هذا الامر عندنا ايضا مجموعه، طبعا يعني احنا النهارده 3/6 كان يوم 1 يونيو الحقيقه احتفال بدخول او ذكرى دخول السيد المسيح الى ارض مصر. هذا الاحتفال الحقيقه فيه مطالبات كثيره جدا، ويمكن كل سنه لما بنيجي نحتفل بهذه الذكرى بيكون في مطالبات بان يكون هذا العيد عيد رسمي، لانه وايضا يكون في تنشيط لهذه السياحة. المسيح خطت أقدامه مصر، لازم يتم يعني احنا يعني بتشوفوا طبعا في المكان اللي كان فيه الصلب والقدس وأورشليم واللي بيحصل والأحداث اللي كانت حصلت وكنيسة القيامة وكل ده، كمان المفروض في مصر يكون فيه اهتمام ده، والاهتمام ده يجي من الدولة علشان أيضا تدعيم هذا النوع من السياحة، وإنه دي فعلا ذكرى رائعة وجميلة إن فعلا من مصر دعوت ابني، المسيح جاء إلى أرض مصر باركها وأيضا طلب البركة الدائمة لشعب مصر. فبالتالي هذا العيد هام جدا جدا. السنة دي كان في احتفالات بالنسبة لهذا العيد، عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، والحقيقة كان في يعني نقدر نقول تداول أيضا على صفحات التواصل الاجتماعي للاحتفال الأول اللي كان في كنيسة أبو سرجة، والأخبار كمان والمواقع الصحفية نقلت أيضا هذه الأخبار والاحتفال بالنسبة للمعادي، وكان مجهودات كبيرة جدا من قبل المعنيين الحقيقة في هذا الأمر. واعتقد ان احنا يعني محتاجين هنتوقف قليلا عند هذا الاحتفال والمطالبات بانه يكون فعلا احتفال رسمي كل عام. لكن تواصل يعني وصل معنا الان اعزائي المشاهدين دكتور ايهاب رمزي المحامي المعروف. دكتور ايهاب برحب بحضرتك معانا. اهلا بيك يا دكتور، وسعداء ان حضرتك شرفتنا النهارده. ربنا يخليك، ربنا يخليك، كل جدود. تمام. بالطبع طبعا انه احنا قلنا ما فيش افضل من حضرتك يتحدث معنا عن الموضوع بالنسبه لمطالبات التدخل الكنيسه، سواء مطالبات من الاخوان، سواء مطالبات من الرئاسه، وانه عايزين يعملوها بصوره رسميه، هل بقى الاحراج الكنيسه، هل ايه، لكن انه بيطلبوا الكنيسه تتدخل في حل ازمه سد النهضه، راي حضرتك ايه هي ممكن يكون دور الكنيسه وليه هم بيطلبوا من الكنيسه؟ أول حاجة هو مسألة سد النهضة، الإخوان ده يتحدثوا على مشكلة سد النهضة على أنها مشكلة بسيطة، وأنه لم يكن هناك أضرار سوف تلحق بمصر هذا العام. أما الضرر الذي يلحق بمصر ضرر بسيط وليس ضرر كثير، ولكن بالعكس
هذا الأمر يهدد مصر بأكملها. نعم. وأقوى وأكبر مشكلة تواجه مصر الآن هي مشكلة المية. اللي هي يعني هتترتب عليها عجز شديد جدا في حصة مصر في المياه نتيجة بناء سد النهضة. المشكلة تنحصر في إيه؟ لأنه بعد بناء سد النهضة هيحدث أنه يتم احتجاز المية، لأنهم لهم رغبة في احتجاز كمية كبيرة خلف السد. هذا الأمر الكمية الكبيرة من المياه خلف السد المفروض انها يعني عشان الدول الثانيه ما تندرش من هذا الموضوع، فلابد انه يتم الاحتجاز ده على فترات بعيده، والمفروض انها عشان ما يحصلش في ضرر لابد يكون في على الاقل 10 سنوات يتم تعبئه وتكوين المياه خلف السد، لان هم هيستفيدوا من المياه دي بالكهرباء. لكن مساله الكنيسه هناك على وجه انا شرحت لك بس المشكله في ايه بالظبط. مساله الكنيسه المشكله انه ممكن ان الكنيسه تقوم بدور في نظري وانه دور دبلوماسي، لانه بابا اثيوبيا له شان كبير جدا لدى الحكومه الاثيوبيه، وليس الموضوع مجرد كاهن روحي فقط في هذا الموضوع، ولانه بابا اثيوبيا له منصب ايضا سياسي وليس منصب روحي فقط. واحنا لما رحنا الدبلوماسيه اللي هي بعد الثوره كنت انا عضو فيها، وقابلنا بابا اثيوبيا، وكان بابا اثيوبيا له اثر كبير. البابا السابق الانبا باولوس مش كده؟ البابا ايضا. نعم. وبالتالي برضه كان له دور كبير قوي في النتائج التي وصلت اليها الدافه. نعم. وقدرنا ان احنا نعطل التصديق على اتفاقيه العديبي اللي هي كانت مزمع التصديق عليها. وقلنا لحين تكوين مصر من مؤسسات مصر برلمانيه او رئاسيه، لان ما بعد الثوره ما كانتش مصر قادره على اتخاذ القرار. طب. اما اذا كانت هتكون عضوة في هذا الاتفاقية أو نحدد النقاط معلش يا أستاذ إيهاب، يعني وقت ما كنتوا اللجنة اللي راحت هناك كانت إيه المطالب مثلا 1 2 3 من البابا المتنيح الأنبا باولوس بإنه يتدخل بالنسبة يعني إيه بالظبط؟ أنا في البابا إحنا كنا البابا تدخل فعلا ومع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وقدروا ان هم يوفقوا الامر، وفعلا استمر عدم التصديق على الاتفاقيه لحتى الشهر اللي فات ده. شوف حضرتك من ساعه ما احنا رحنا كنا في 2010 بالظبط لغايه شهر 4 او 3 لغايه 3 وبدايه 4 بداوا يصدقوا على الاتفاقيه. وبالتالي انا شايف انه طبعا وضع البابا في هذا الموضوع له ممكن يكون له دور كبير جدا، وممكن حتى لو كان قانونا ان راي الكنيسه الاثيوبيه راي استشاري نعم هناك، لكن عملا على ارض الواقع له تاثير كبير جدا، لانه 60% من الشعب الاثيوبي هو شعب مسيحي. وبالتالي البابا هناك ايضا له تاثير كبير وله وضع ثاني مختلف، يعني لا يتم التعامل مع البابا لانه شخصيه كائنة. طيب انا بس عشان نبسط الامر يا استاذ دكتور ايهاب بعد اذنك، يعني لما اللجنه راحت قول لي اللي انتوا وصلتوا ونجحتوا فيه ايه، والمفترض انه لما يكون بقى في الوضع الحالي هيتدخل البابا هنعمل ايه. فخلينا في الاول مكتسبات التفاوضات اللي كانت في عهد قداسه البابا المتنيح البابا شنوده والبابا المتنيح الانبا باولوس، كانت زي ما بقول لحضرتك لو ممكن يعني نقول 1 2 3 ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا طبعا كانت الاتفاقيه دي كانت هيتصدق عليها وتبقى بمثابه قانون، وبالتالي لا يجوز الرجوع فيها باي شكل من الاشكال. وبالتالي هتبقى بالنسبه لنا مشكله كبيره جدا، لانه مصر مش دايس بيشترط في هذه الاتفاقيه. وبالتالي الاتفاقيه دي بتقول ايه؟ بتقول ان حصه النيل هتتوزع بين الدول اللي هي الدول حوض النيل. كانت مصر المفروض انها تخش في الاتفاقيه عشان تاخد حصه من الميه. وبالتالي ده طبعا قدرنا نعطل الاتفاقيه لغايه لما مصر تكون مؤسساتها عشان تبدا مصر تاخد القرار، لانه في وقت بعد الثوره على طول ما كانش ينفع مصر
تقدر تاخد القرار تخش عضوة في الاتفاقية ولا ما تخش. اللي هي اتفاقية عن تيبي. اتفاقية عن تيبي. تمام. وبعدين الأمر الثاني، الأمر الثاني طيب سد النهضة ده هيضر مصر ولا مش هيضر مصر؟ اتفقنا على انه هيكون في تشكيل لجنه، اللجنه دي مكونه من مهندسين مصريين ومهندسين اثيوبيين. الاثنين دول يفحصوا وضع السد. هل السد بالفعل هيضر بمصر وحصه مصر، حصه مصر من المياه، ام لا يضر بذلك؟ والمهندسين هيقولوا كلمتهم في الموضوع ده. واللجنه دي هيرأسها وزير الري الاثيوبي ووزير الري المصري. ده الكلام ده برضو يعني من 2010 كان الاتفاقيات دي يا دكتور ايهاب. بالظبط. دي نتائج البعثة الدبلوماسية اللي انا كنت مشارك فيها. بعد كده هو برضو اتفقنا على انه كمية المية اللي هتم تحويشها وتخزينها خلف السد، احنا المفروض انه يتم التخزين ده كما في دماغهم انه كان 4 سنين يخزنه في خلال 4 سنين، احنا قدرنا نوصل معاهم ل10 سنوات. يعني بالفعل، معلش يا دكتور ايهاب لان في ناس للاسف ما يعرفوش، يعني بالفعل تم الاتفاق معاهم على موضوع 10 سنوات ان يتم التخزين في خلال 10 سنوات. نعم. واحنا كان لنا مقترح ان مصر تشارك في بناء السد. والتانيين نتكلم معاهم على مشكله انه عندهم مشكله في ترسب الطمي او الطفله خلف السد. فقدامهم ان مصر ممكن تعمل لكم مشروع كويس قوي ان يتم تحليل الطفله دي وبين يعني فصل الطفله عن الميه عشان ما يحصلش ترسب خلف السد، فتبقى مشكله على السد ومشكله على تدفق الميه يعني. تمام. فقلنا طيب. مصر تشارك، واحنا كاتبين مقترحنا وقلنا لهم ان مصر تشارك في الموضوع دوت، وفعلا قالوا طب ده حاجه كويسه جدا، وابتدت مصر يعني ان حاجه يعني رد فعل من مصر قوي، ان دي كانت عندهم مشكله، المشكله دي كانت موجوده عندهم، ان المهندسين المصريين عندنا ومصر تقدر تعمل حاجه زي كده. حلو جدا. المفروض كان مصر في ذلك الوقت انها تقدم هذا العطاء منها ولهذا العمل علشان تقدر يكون ليها بصمه هناك. بصمه هناك في بدايه السنه. طيب. كل الامور دي طبعا شارك فيها بابا طبعا بشكل هو حلو جدا. كان يعني انا عايزين بقى ننقل من دي الاتفاقيات اللي كانت تمت واللي كان المفترض المتفق عليها، وانه مصر دلوقتي لينا سنه، ما عندنا رئيس دلوقتي وكان قبليه مجلس الشعب والامور يعني كانت يعني لم يتم ذكر اي حاجه خالص عن الموضوع ده يا دكتور ايهاب، يعني لغايه ما سمعنا بعد زياره مرسي ان السد بالفعل تم انشاء اكتر من 18% و20% منه، وبعدين كارثه بقى ومصيبه ومش هنلاقي ميه والكنيسه تتدخل. طيب الكنيسة تدخلت واتفق، تم الاتفاق على ده، فين المتابعة؟ وفي نفس الوقت حضرتك دلوقتي مثلا ايه بالظبط اللي هم متخيلينه ان الكنيسة يعني، هل تبتدي تفكرهم بالاتفاقية دي مرة اخرى ولا ايه تاني اللي يحصل من الكنيسة في الوقت الحالي؟ طبعا دور الكنيسة دلوقتي دور صعب جدا، لان هم مصر دلوقتي يعني زي ما تقولي سوقت الموقف وسوقت العلاقة بين مصر واثيوبيا. الموضوع دلوقتي مش زي الاول، يعني الموضوع سائل ابعد ما حضرتك تتخيلي. دخلنا في صدام ودخلنا في لغه تهديد واستخدام القوه واستخدام اللجوء الى الحرب. معلش ثانيه واحده، يعني الموضوع ساء بعد ردود الافعال وبعد ما راحت الناس عند السفاره الاثيوبيه وبعد طبعا الكلام الكتير العنتري وما لازم يحصل تدخل عسكري، يعني هذا الامر كله يعني سوء الامور ده تم في الفتره البسيطه، لكن الرئيس بيقول لك لا ده انا علاقتي بدول الافريقيه كلها علاقه جميله، والدليل على كده الزيارات والكلام اللي حضرتك سمعته النهارده والحسبه الغريبه اللي حسبها دي معلينا يعني. فبالتالي رؤيه حضرتك انه الكنيسه شايفه كده انه العلاقات حاليا سيئه بحيث انه ده بيصعب يعني دور الكنيسه؟ شوفي، اولا اول حاجه ما ينفعش ان الكنيسه تاخد موقف منفصل دون واحد. ثانيا ان ده موقف دوله، لابد انه ده دوله، موقف الدوله الان فتح باب الحوار وفتح باب الدبلوماسيه ولا الموضوع اتقفل ووصلنا لمرحله صدام ودخلنا دلوقتي في تصريحات عنتريه. انت شوفي حضرتك يوم الجمعه اللي فات الرئيس في يوم في جورنال الجمعه الاحرام في اول صفحه بيقول لك انه انا هذه المشكله اذا اراد ان تستخدم نستخدم القوه فسوف نستخدم القوه.
نعم. حضرتك دلوقتي وصلنا الى لغه ما اعتقدش فيها حوار. هو دلوقتي ما يعني دلوقتي ما ينفعش ان الدوله، لابد ان الدوله تعود الى ترابيزه يعني المفاوضات. نعم والحوار. نعم. يعني ما ينفعش الكنيسه تاخد موقف والدوله تاخد موقف. واعتقد رد نيافه الانبا دانيال على هذا الامر كان رد قوي جدا، وانه هو كان مفوض من قداسه البابا في حضور هذا المؤتمر اليوم، واعتقد كده ابان قدام الناس، لان كان في ناس كثيره دكتور ايهاب بتقول ان هم بيحاولوا ان هم يعني يقحموا الكنيسه بشكل او باخر، وهم عارفين كويس جدا ان الموضوع ده مش في ايد الكنيسه، بس عايزين يبينوا الكنيسه، لا اما ان الكنيسه هترفض وتبقى مش وطنيه، لا اما ان الكنيسه هتتدخل ومش هيتم حاجه، لانه ما فيش حاجه هتتم بتدخل الكنيسه، ده الموضوع أكبر من كده بكتير، موضوع استثمارات ودول وموضوع يعني دول، موضوع سياسي ما هوش موضوع. فأعتقد أنه كده الكنيسة موقفها واضح، واتضح كمان للرئاسة موقف الكنيسة الآن. الكنيسة ما تقدرش تعمل حاجة دلوقتي. كان نعم. ما تقدرش تدخل دلوقتي. أنت دلوقتي ده علاقات دولة بدولة أولا. نعم. ثانيا إحنا وصلنا دلوقتي لمرحلة ما ينفعش تدخل فيها دبلوماسي ولا حوار. حضرتك يعني الموضوع مش موضوع كده، ما ينفعش حوار كنيسه يعني بطرك مع بطرك، يعني الموضوع محتاج لو حوار مع دول مستثمره، حوار دوله مع دوله، حوارات سياسيه ما هياش في اطار دلوقتي انه يعني هذا الامر، وخصوصا انه كان في فرصه انه في الاتفاقيات اللي كانت من 2010 كان لازم ينظر اليها، وده كان من اهم الملفات اللي كان المفروض ان هي تكون في اولويات الرئاسه. في مصر احنا ادركنا هذا الموضوع بعد الثوره، ورحنا مخصوص للدبلوماسيه دي، تم توثيقها لان الموضوع كان موضوع خطير جدا، وتم اهماله من النظام السابق، وتم اهماله التعامل معاه بطريقه للاسف اساءت الى مصر، اساءت الى حسه مصر في ان هي بعد الثوره بالنظام الحالي، وبدانا في موال امر ثاني خالص، ولازم نتعامل مع الموقف على انه يثبت لحظه ده عشان نبقى فاهمين حلم الشعب الاثيوبي حلمه بالظبط، عشان هينهض بيهم فعلا، عشان هينهض بيهم، لان في ناس بتقول لك اطمنوا يا جماعه ما دام اسمه النهضه فهيبقى زي النهضه اللي في مصر، لكن الواضح انه مش كل النهضات زي بعض، مش كده ولا ايه؟ شوف انا بتكلم يعني، انت لو تفتكري انه ايام السد العالي كان حلم الشعب المصري في السد العالي، وكان الاغاني الوطنيه بتطلع على السد العالي، هم هناك عايشين كده، هم هناك عشان كده، فلازم نتعامل مع الموقف على انه ده امر واقع، مش المساله ان احنا نروح نقول لهم لا استنى ما تجيبوش السد، احنا كده احنا بنهرج. طيب احنا لازم نتعامل مع الموقف ازاي نحل المشكله. صح دكتور ايهاب. نعم انا يعني أنا سعيدة جدا بكلام حضرتك ده كله، وإن احنا فهمنا، أنا نفسي شخصيا كمان فهمت أمور كتيرة من مكالمة حضرتك، وأعتقد إن احنا يعني كمان المفاجأة اللي حضرتك ذكرتها إن أنتوا رحتوا بعد الثورة وللأسف الشديد وطرحتوا الأمر، لأن أنتوا بما أنكم أنتوا اللجنة اللي كنتوا متابعة هذا الأمر، لكن لم يتم الاهتمام، وهنا بقى علامات الاستفهام، يبقى ما تجوش بعد ما أنتوا ما اهتمتوش تقولوا يا كنيسة اتحركي. الوضع هنا في ايد دولة مش في ايد كنيسة بس، الكنيسة ماشي هتعمل يعني الدور اللي هو انه في حدود، انه زي ما تقال مثلا التخزين ممكن على 10 سنين مش 4، لكن موضوع الرفض وان اثيوبيا تتراجع عن بناء هذا السد لازم نبقى واقعيين، ده مش هيحصل. دكتور ايهاب رمزي المحامي المعروف، بشكر حضرتك جدا، استاذ القانون وعضو مجلس الشعب المنحل السابق، بشكر حضرتك جدا وجودك معنا. طيب اعتقد كده موضوع السد ده خلاص كده يعني لازم الامور تكون مفهومه، مالكوش دعوه بالكلام اللي اتقال وبالحسبه اللي اتقالت من الرئيس رئيس مصر، لكن الامر كده اتضح من معانا كان استاذ مجدي خلال المره اللي فاتت، الدكتور ايهاب النهارده، امور كتيره اتضحت للشعب المصري، اعتقد انه دلوقتي لو قلنا حتى ولو كان استاذ مجدي الحلقه اللي فاتت قال ان الموضوع ده من ايام مبارك، طب ماشي احنا عرفنا انه من ايام مبارك، ما هو كل حاجه بقول لك ده الفلول، انتوا عملتوا ايه من سنه؟ ولا برضه هنقول انه يعني انه زي ما كان بيقولوا 100 يوم، لا يا جماعه تلحق مش ممكن 100 يوم، سنه لا يا جماعه ده المفروض 4 سنين، ما تحكموش عليه بعد سنه، مش كده ولا ايه؟ وهنقعد وهلم جره بقى، واربع سنين نقول ايه ده، لا اشمعنى مبارك كان 30 سنه ما تدوا فرصه لمرسي يبقى 30 سنه هو كمان، مش كده ولا ايه؟
طيب يبقى احنا كده بتهيألي انه فهمنا الامور، لكن انا عايزة بس اعرض بعض الفيديوهات بالنسبة لهذا السد على يعني على ما يتواصل معانا ضيوفنا الاخرين، وننتقل لموضوعات اخرى علشان نبقى كده برضو خلصنا بحضراتكم موضوع السد تماما. حافظ سلامة بيقول للمرسي، حافظ سلامة فاكرينه الشيخ بتاع السويس، بيقول للمرسي فضيحتنا بقت في كل مكان. وكمان يعني الخرباوي ثروت، الدكتور ثروت الخرباوي بيقول الاخوان هيوصلوا المايه لاسرائيل عبر تلعة السلام. وفي اخر الفيديوهات دي يعني هنحاول نعرضهم لحضراتكم ورا بعضيهم كده، مصطفى الجندي بيقول مرسي خطر على امن مصر القومي. رحيم محمد مرسي يقوموا يحولوا نهر النيل الازرق تمهيدا لنظام السد. ليس فقط قامت أمريكا بتأييد الإخوان من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل فقط أو الحفاظ على مصالح أمريكا في المنطقة فقط، ده معروف، ده أصبح معلوم من السياسة بالضرورة، لا يستطيع أحد أن ينكره أو أن ينكر أن أمريكا هي التي ضغطت وهي التي جاءت بالإخوان لا. إلى الحكم. لكن أين توصيل مياه النيل لإسرائيل؟ قد يكون شكوك في داخلي تقول أنه من الممكن أن تكون، وأنا لا أعرف إن كان هذا حدث أم لم يحدث، أن تكون فكرة توصيل مياه النيل لإسرائيل عن طريق ترعة السلام التي فكر فيها أنور السادات ذات يوم ثم وقفت، أن تكون إسرائيل وأمريكا قد فكرت فيها مرة أخرى، وأن يكون فكرة سد النهضة جزء من مساومة مستقبلية لتوصيل مياه النيل لإسرائيل في مقابل ألا يكون هناك سد للنهضة. ليه؟ والناس ديت ما يهمهاش أي حاجة إلا إن هم يفكينوا ويمسكوا البلد، فسابوا كل ملفاتها. الناس دي خطر على أمن القومي يا عمرو. الناس ديت بيبصوا لها في أفريقيا إن هم الإرهاب وهم التطرف وهم العدو الأول في مالي وفي الصومال الناس دي بترى بيحبوا عبد الناصر، وكانوا عارفين ان عبد الناصر ما بيحبش الناس دي. طب هنجيب لهم عبد الناصر تاني ازاي يعني؟ كما قرر، لا انا عايز بس اوصل حاجه، كما قرر رئيس اوغندا في اجتماع حضروا كتبني والدكتور العريان والدكتور عمرو حمزاوي وانا، وقال لهم انا بحب عبد الناصر وعبد الناصر ما كانش بيحبهم. هي دي العلاقه اللي بينك وبين افريقيا في وجودهم يا عمرو. ولا يعني الافريخان كمان بيكره الاخوان المسلمين؟ طبعا طبعا، لان الاخوان المسلمين بالنسبه لهم هم الترابي، هو اللي فجر وعمل وموت وقتل. الاخوان المسلمين هم اللي فجروا في كامبالا، الاخوان المسلمين هم اللي فجروا في، بالنسبه لهم هم اللي فجروا في تنزانيا. طيب استاذ مصطفى مش عارف يا عمرو، 50 سنه يا عمرو اسرائيل بتقول لهم شمال افريقيا دول مش افريقيا. طيب خلينا ما نبحث اسباب، عايزين ندور على الحل. مساء الخير الاول، انا خالد ابو بكر. اهلا ازيك استاذ خالد؟ اهلا. نعمل ايه عشان نساعد؟ لانها واضح ان المشكله هتخبط في دماغنا كلنا، يعني حتى لو كان اللي سايق مش شايف هو في نفس الوقت منين هو دخلنا في نفس الموضوع. نقدر نعمل ايه دلوقتي بغض النظر بقى عن كنا معارضه او في الحكومه؟ لا، هو تعمل ايه؟ عايز بما يرضي الله ورسوله تعمل ايه؟ تنزل 30 يونيو والناس دي تمشي بقى؟ تعمل ايه؟ الناس دي طول ما هي موجوده في الحكم هيبقى عندك مشاكل في الامن القومي مع البر الشرقي والبر الغربي.
اعتقد استاذ مصطفى الجندي راجل صعيدي كده جميل، ممكن كمان كان طلع لو حضراتكم مش فاكرين صورته، هم مش جايبين صورته بجلابيه كمان في لقاءات كتيره، وطلع في لقاءات كتيره في اون تي في، وهو ايضا عضو في جبهه الانقاذ. وطبعا زي ما سمعتوا كلامه، افريقيا بالنسبه لهم الاخوان هم الترابي، فبالتالي احنا مش هنجيب عبد الناصر، بس لازم يكون في يعني مش كلام برضه. هو الرئيس النهارده في الاجتماع قال لك علاقتنا جميله لمجرد الزيارات اللي زارها، لكن ازاي استقبل هناك؟ طب ما احنا شفنا مين اللي استقبله هناك في كل الدول دي الافريقيه اللي زارها، وبالتالي الامر زي ما بنقول في سد النهضه موضوع كبير. اخر حاجتين بس معانا في سد النهضه، يعني كان في تسريبات الفتره اللي فاتت على انه في احتمال كبير ان الكوبري يتهد والكلام ده كله، لكن الحقيقه انه اللي حصل انه يعني في يعني مفاجاه، بيقولوا ان تقرير اللجنه الثلاثيه بيؤكد سلامه تصاميم سد النهضه من الوجهه الهندسيه وانطباق كل المعايير العالميه للسلامه الانشائيه عليها، وبالتالي ده كان طبعا حاجة مفاجأة يعني. وبكده يعني، لأن زي ما بنقول ده استثمار 12 دولة منهم الصين، مش معقول يعني الاستثمار ده هم حاطين يعني، أو في وارد حكاية يعني. طبعا كل شيء عند ربنا لو في إرادة ربنا أنه يحصل، بس الناس دي على حسب الدراسات مش معقول أن بسهولة كده يا مصيبة، ده لو تسد ده انهار مصر، السودان هتغرق ومصر هتغرق. يا جماعة الناس دي بتستثمر فلوس يعني، مش بتلعب. فبالتالي كل الكلام ده دراسات قوية اتعملت من خبراء عالميين. الحاجة الثانية، أبو زيد بيقول سد النهضة بيعرض مصر الكوارث البيئية لا سبيل للنجاة منها، وقرارات اللجنة الثلاثية غير ملزمة. لكن اعتقد انه كده احنا غطينا هذا الامر. خلينا ننتقل للموضوع الرئيسي في حلقتنا النهارده، واللي كنا منتظرين يكون معانا بس ضيف عزيز علينا الان، هو الاستاذ المستشار امير رمزي. والحقيقه المستشار امير رمزي قاضي محكمه الجنايات، عشان شقين الحقيقه، شق حكم النهارده وشك كمان الازمه اللي ما زالت بالنسبه لموضوع قانون السلطه القضائيه اللي للاسف هيستمر الشورى في مناقشته. مستشار امير رمزي برحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك استاذ رامي. يعني باختصار كده، الحكم ده يعني احنا مش فاهمينه، او يعني اذا كان احنا فهمناه بالشكل ان هو كان لم يكن يعني، فلو برضو حضرتك تطلعنا اكتر، ولو في حاجات احنا مش فاهمينها حضرتك تشرحها لنا، يعني وناس كتيره كانت مستنيه هذا الحكم لكن خابت الامال. هو خلينا نعمل تحليل بسيط للحكم. نعم. وخلينا نعرض الموضوع للساده المشاهدين بطريقه بسيطه بقدر الامكان. نعم. حكم المحكمه الدستوريه العليا واضح الاول، المحكمه الدستوريه العليا هي اعلى محكمه في مصر. واكبر قضاء للمحاكم في مصر. المحكمه ديت اصدرت حكم بتقول من خلاله بان مجلس الشورى باطل. وباطل في انتخاباته، يعني معنى ان هذا المجلس يشوبه البطلان الكلي، يعني المجلس ده تماما. والجزئيه الثانيه ان الدستور اللي ما بين ايدينا، الجمعيه التاسيسيه اللي كونت واسست او انشات هذا الدستور وعضلتهم، هذه الجمعيه كانت باطله ايضا. فالشقين دول اللي في الحكم، طبعا في شق ثالث ما يهمش الناس قوي، اللي هو ان قانون الطوارئ ايام حسني مبارك وقت تم الغائه يعني. لكن الجزئيتين الاولانيين دول يفيدوا بان القاعده الرئيسيه النهارده اللي الناس النهارده بتنظر الى مجلس الشورى، بتنظر له ان هو مجلس باطل. وهكذا بالنسبه للدستور الحالي، بانه دستور كان يجب الا ينشا او لا يعمل به. طب احنا مبسوطين بيها بان هي ما بين ايدينا دلوقتي. لكن الجانب الاخر اللي هو بقى اللي احنا يعني مستغربين منه، وهو بان استمرار مجلس الشورى في العمل حتى الدوره البرلمانيه استنادا على ايه مستشار امير؟ الاستمرار استنادا على مادة في الدستور اللي احنا بنقول ان الهيئة اللي عملته باطلة، وانه الدستور ده المفترض باطل. ده اللي خلى الناس، لما انت بتقول ده باطل وده باطل، امال انا بتستند ازاي على مادة في الدستور؟ معلش سامحني، ما هي دي برضو اللي خلتنا يعني، اللي هو ايه، مين فين ازاي امتى. انا معاك يعني، انا بس ايه
احنا لسه في مرحله التحليل بتاع الحكم ده. شوفي حضرتك هو استناد على ايه؟ هم استندوا على الماده تقريبا 225 والماده 230 من الدستور اللي بتقول بان مجلس الشورى مستمر وباقي حتى انتخاب مجلس النواب القادم لمده سنه. ده هم استندوا للماده دي، لكن طبعا انا هقول لك حاجه، انا اول مره في حياتي اسمع عن حكم مستقبلي. يعني ايه حكم مستقبلي؟ يعني انا اجي اصدر حكم واقول يا جماعه هذا الحكم غير نافذ الا في حال في تاريخ معين. حاجه اسمها حكم مستقبلي، انا ما درستوش في الكليه، يعني اللي انا بقول الحكم ده انا ما درستوش في الكليه، ما اعرفش ازاي المحكمه الدستوريه اصدرته. اكيد هي في حيثيات الحكم لما هتصدره هتعلم اللي هي كتبته. انا شخصيا في القانون ما درستوش. يمكن ده تعليم بره، بس يمكن عفوا مستشار امير، يمكن ده تعليم بره مش تعليم مصر، الحكم المستقبلي ده يعني. انا سمعت ان السابقه دي مره حصلت في المانيا، ان المحكمه الدستوريه الالمانيه مره، يعني سالت واحد صديقي قال لي هم انا سمعت ان مره حصلت حاجه زي كده في المانيا. طبعا انا ما اعرفش ازاي الكلام ده، لكن حكم مستقبلي دي حاجه جديده جدا علينا قانونيين او رجال قضاء. المفروض الاحكام بتكون صادره نافذه على طول، يا اما يجي يقول لي مع ايقاف التنفيذ. وعلشان كده اللي احنا فهمناه من حكم المحكمه الدستوريه ان هو حكم مع ايقاف التنفيذ، لكن هو الحكم في حد ذاته بدون الجمله ديت هو حكم يعني كان يشفي غليل الشعب المصري كله، وكمان ينصرنا احنا كليبراليين وكوطنيين. اتكلمنا وقلنا ان يا جماعه مجلس الشورى مجلس غير سليم، يا جماعه الدستور تم انشاؤه بطريقه غير سليمه. ما هنا مستشار امير اسمح لي بس، يعني هنا في حكمين، يعني انت لما قلنا مجلس الشعب باطل علشان خاطر القانون البنود اللي كانت في قانون الانتخاب او اجراءات الانتخاب كانت تم يعني عدم الالتزام بيها، هو نفس القانون اللي كان طبق على مجلس الشورى، كان مفروض وهي نفس المحكمه اللي حكمت بحل مجلس الشعب، فكان طبيعي ان احنا تتحل تحكم بحل مجلس الشورى. انا مش يعني انا برضو احنا كده حللنا الحكم، يعني بشكر حضرتك على ده، لكن نتوقف بقى عند تعليقات منهم مستشار بجاتو مثلا قال لك انه الموضوع كده ده اعتراف بالدستور، هذا الحكم واعتراف بالدستور، وكده الناس شافت انه ده قضى الامل على انه يبقى في اي دستور جديد او انه يبطل هذا الدستور ايضا. هو ده كلام سليم. يعني هو الحكم ده مع انه في ظاهره حكم لطيف جدا وكل الليبراليين والمناضلين يفرحوا فيه، لكن في حقيقه امره لان هذا الحكم بيعطي تحصين للدستور وبيعطي تحصين كمان لمجلس الشورى، لان هو كده ادالك استمرار لمجلس الشورى في العمل باختصاصاته الى حين انتخاب مجلس النواب، وهو ده اللي هم عايزينه. انت حتى لو شفتي النهارده الصور اللي نازله في الجرايد، الفرحه اللي عنت مجلس اعضاء مجلس الشورى والاخوان بهذا الحكم كانت فرحه كبيره جدا، مع ان في البعض معترض وبيقولوا ان ده حكم سياسي وبيقولوا حاجات كتير قوي. لكن انا بقول لحضرتك هذا الحكم هو حكم يعني متلخبط شويه. احنا يعني انا في انتظار حيثياته اللي هي اسباب الحكم دي، علشان لما اقراها يمكن افهم ازاي الحكم في بطلان وفي استمرار، يعني الحاجتين دول ما يجوش مع بعض، ما يركبوش مع بعض خالص. الحيثيات هفهم. لا بس على فكره الليبراليين في اول يعني انا بس هقول لحضرتك ملاحظه مستشار امير، احنا كل الناس في اول ما الحكم جه من غير ما نقرا ونعرف بقيه الجمله دي يعني اتنقل الامر عاجل عاجل عاجل، طبعا انه الاحكام اللي اتحكم بيها باطل 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 بعد كده. نعم، فحتى التوقعات كانت ان مثلا يبقى احنا لو هذا الامر باطل والدنيا هتتوقف بالنسبه للشورى، يبقى معنى كده ما عندناش مشكله السلطه القضائيه، ما عندناش مشكله اقليم قانون اقليم قناه السويس، ما عندناش المشاكل اللي عليها اللي دلوقتي يعني سببت اشتعال كبير جدا في بين القضاه وفي الشارع المصري. ففوجئنا انه لا، دول الناس موجودين وهيشرعوا وانه كده
ما زالوا هيناقشوا قانون السلطة القضائية، والقضاء بدأوا النهاردة يعترضوا ويقفوا وقفة عند دار القضاء العالي، والأمر ماشي زي ما هو زي ما هو. ما احنا يعني احنا خلينا دايما بنقول بنبص للنتيجة، النتيجة ايه؟ ان ولا حاجة اتغيرت. هو فعلا هو النتيجة ولا حاجة اتغيرت، لكن خلينا برضه نمسك في الجانب الإيجابي في هذا الحكم اللي احنا كنا منتظرينه، وهو بطلان مجلس الشورى أمام العالم كله، أمام المواطنين في مصر والشعب كله. يعني النهارده لما يبقى عندنا مجلس شورى في شكله وباطنه وموضوعه باطل، ثم يعني يأتي بينا هذا المجلس ويصدر تشريعات خطيرة بحجة إن هو بقى مستمر، يبقى هنا معناها يعني معناها خطير، معناها كبير. لكن هم طبعا بالنسبه لهم يعني كان يجب يعني ولما يسمعوا حكم زي كده الدنيا بقى يقول لك لا احنا كده بنعمل من خلال مجلس باطل، يعني ابطلته المحكمه. لكن الكلام ده طبعا مع مين؟ يعني مستشار امير، احنا في قاعده بتقول ما بني على باطل فهو باطل، يعني انت بتقول لي باطل وهيسن تشريعات، ما هي ما حدش يقدر يركبها، يعني حتى لو العالم ما حدش يقدر يركب، بس ده اللي بيحصل. هو احنا كان قبل كده الحكم بالنسبه لانه يعود على النائب العام السابق عبد المجيد محمود لموقعه كان عاد، في الاحكام كثيره جدا للاسف الشديد منتهره ولم تنفذ، واللي هو اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه ما هو مش هيروح لقضاء، هيروح لفين؟ فبقيت الحكايه صعبه. خلينا طيب، لانه واضح كده انه ايه، انا عارفه انه حضرتك نفسك انه يكون في جانب ايجابي، بس مهما قلنا ما هو انا عايزه نتيجه، ما تقوليش اي كلام وكلام كبير وبعدين واه وحلو، وانا في النهايه النتيجه هي هي، النتيجه دي بتعود عليكم كقضاه دلوقتي، انه انتوا لسه موضوع السلطه القضائيه والوقفة اليوم، وإيه اللي حصل وإيه اللي هيتم في المستقبل؟ هل في أي قرارات جديدة تمت لمحاولات يعني لوقف هذه المهزلة وهذا القانون ولا مفيش؟ لا هو مفيش أي حاجة، هو يعني حتى الناس عمالة تسألنا طب أنتوا يعني إيه الأمور التصاعدية اللي أنتوا ممكن تعملوها؟ نعم. يعني كرد لهذا الأمر. طب وإمتى هتقفوا يعني يعني الاعتصام هيتوقف امتى؟ وهذه المشتتات كلها هتتوقف امتى؟ انا برد على الناس وبقول لهم يا جماعه احنا دلوقتي في حاجه اسمها الفعل ورد الفعل. الكبار النهارده يقومون برد الفعل. لما الفعل يتوقف رد الفعل هيتوقف. لكن احنا النهارده يعني الطبيعي لما قانون السلطه القضائيه يتم ارجائه ولا يتم مناقشته، يبقى في هذا في هذه الحاله الدنيا هتهدى عندنا والامور تشتغل عادي جدا ومفيش مشاكل. لكن طول ما الدنيا متفصله بهذه الصوره مفيش حل. وبعدين عايز اقول لحضرتك ببساطه شديده جدا ان قانون السلطه القضائيه اللي بيعد النهارده في هدف رئيسي من خلاله، هدف رئيسي بدون يعني لف ودوران اخوانه القضاء. طب ازاي احنا نحول هذه الهيئات القضائيه كلها وهذه الاجهزه القضائيه الكبيره ازاي نقدر نحولها الى اجهزه اخوانيه؟ طيب الكلام ده عن طريق الغزو، الغزو القضائي. طب الغزو ده يتم ازاي؟ نجيب قوانين تثبت لنا الناس بتوعنا يقدروا يدخلوا ويعتلوا المناصب العليا ويقدروا يتوغلوا في هذا العمل بالكامل. طب نعمل ايه؟ نروح احنا مطيرين لنا كل رؤوس القضاء دلوقتي اللي هم اسباب المشاكل بالنسبه لنا ومش عارفين نتحرك بسببهم، ونطير لنا كمان مجموعه من القضاء الكبار بالالاف، فنقدر نغزو بالالاف، نروح مدخلين محامين اخوان، نروح مدخلين اساتذه جامعات اخوان وهكذا. نعمل احلال وتباديد وتوافير بحيث انه نقدر نوصل لاعلى عدد ممكن يكون داخل القضاء. لما يحصل الكلام ده ايه؟ يعتمد هؤلاء الناس الجماعيه، يعتمد هؤلاء الشخصيات الكبيره دي المناصب العليا، نقدر ان احنا ننفذهم في الانتخابات ويقفلنا على الصناديق، كل الكلام ده. هنا بقى يحصل الاهتزاز الكبير جدا في العداله، في المساواه، في الحياديه، في النزاهه. لما حد يختلف مع حد يروح يلاقي نفسه واقف قدام دايره اخوانيه، اخوان المسلمين هم اللي بيحكموا فيها. لما نيجي ننزل الانتخابات احنا يوم ما نيجي نعترض ما نقدرش نعترض، لان الاخوان المسلمين هم اللي هيتولوا الانتخابات بدءا من اداره الانتخابات لغايه القاضي اللي هيكون واقف على الصندوق. كل ده عن طريق قانون السلطه القضائيه. مش بس كده. طيب في نقطه ثانيه. تعويض مناصب جديده.
في نقطة أنت يعني سيادة المستشار حضرتك اللي أثرتها الحقيقة، وإنه في كلام كده بيتقال إنه جماعة الإخوان بتسعى لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية لقاطع الطريق أمام تولي المستشار نبيل صليب اللي هو كان المفروض يعني رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية حاليا لرئاسة محكمة استئناف القاهرة، وبالتالي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات بحكم منصبه. هل هذا الكلام ممكن يكون فعلا محطوط في الاعتبار بالنسبة لهذا القانون؟ شوفي، هو القانون ده لو نزل السن سنة واحدة بس هيتفادى من خلاله ان المستشار نبيل يجي او يجي في الاختيار. طبعا هم شوفي، هي قصة مش قصة مسيحي ومسلمين، لكن هي قصة ان المنصب ده هو منصب رفيع جدا. المنصب بيتولى في يعني بيتولى الاشراف على الانتخابات الفرعيه والنقابيه، وبيكون عضو في اللجنه الانتخابيه العامه اللي بتكون فيها مشرف على مجلس الشعب والشورى وهكذا، وكمان بيكون مشرف على الانتخابات الرئاسيه لو حصلت انتخابات رئاسيه. فطبعا ده منصب حساس جدا بالنسبه للانتخابات. فلما يجي في المنصب ده شخص معتدل سوي يقول لك لا احنا عايزين واحد نقدر نتكلم معاه، عايزين واحد يبقى واقف جنبينا. فطبعا الكلام ده كلام خارج، ما ينفعش ان هو يتقال على القضاء، ما ينفعش يتقال على الناس السويين الناس المنضبطين. تاريخ مشرف زي المستشار نبيل صديق ده راجل عظيم جدا حقيقي يعني، وانا اعرفه عن قرب وصديق يعني، عايز اقول لحضرتك ان هو هم يقلقوا منه. فالطبيعي ان اللي بيحصل ده سواء بالنسبه للمنصب ده او مناصب رؤساء الاستئناف الاخرين ده على مستوى الجمهوريه، رئيس الاستئناف ده ليه دور كبير جدا، هو اللي بيوزع وبيكون الدوائر الجنائيه والمدنيه. فلما يجي ان هذا المنصب يكون بين ايديهم يجي يقول لك انا اكيد فلاني الفلاني اللي هو اللي انا اعرفه نجيبه في الدائره الفلانيه، ويبتدوا يوزعوا القصه بطريقتهم. الماده 52 في قانون السلطه القضائيه بيقول لك ان اللي بينظم عمل التوزيع والامتداد بالنسبه للقضاء هو قانون السلطه القضائيه. فقانون السلطه القضائيه اللي بينظم القصه ديت النهارده اصبح عجينه في ايدين الاخوان المسلمين، يقدروا ان هم يعملوا اللي هم عايزينه، ويقدروا ان هم يدخلوا وظائف جديده ويشيلوا وظائف جديده ويشيل وظائف قديمه وهكذا. فده امر خطير جدا، هو السبب الحقيقي لثوره القضاء على قانون السلطه القضائيه. انا ده رايي الشخصي، انا رايي الشخصي ان احنا مش عايزين قانون سلطه قضائيه خالص دلوقتي، ده مش وقته. تمام؟ يعني احنا النهارده البلد كلها بتنتفض والبلد حالها سيء ومفيش حاجه اي حاله من حالات الاستقرار. تمام؟ النهارده البلد في حاله يعني ظروف استثنائيه. نقوم احنا نعد في قانون سلطه قضائيه؟ ده ما فيش، ده النهارده العداله في البلد يعني بتنتفض، هي الثانيه عندنا مشكله كبيره جدا في كل حاجه. الفوضى يعني عامله، ما احنا كمان هو مجلس الشورى ساب كل ده مستشار امير وناقشوا برضه فن الباليه انه حرام وده فن عراه، يعني ما هو ده اللي هو غريب يعني ان حضرتك يعني يا فندم يعني مش بس السلطه القضائيه اللي احنا مش عايزينه، وحاجات كتيره جدا مش عايزينها من اللي بتناقش، وسايبين البلاوي الكبيره وما حدش بيناقشها يعني للاسف، للاسف الشديد يعني. فاذا زي ما انا باخد جمله حضرتك انه طالما انه الامر ما زال قائم وانه لسه في مناقشه ولم يتم ارجاء هذا القانون السلطه القضائيه، اذا سيكون هناك اعتصام وسيبقى وضع القضاء على هذا المنوال. بالظبط، هو ده وضعنا الحالي، احنا مش هنسكت بكل وسائل التعبير، احنا بنحاول نعبر عن راينا، بنعبر عن راينا بمسيرات بوقفات احتجاجيه، بنعبر عن راينا في برامج التلفزيون والفضائيات المختلفه، من خلال الجرايد، من خلال مواقف كتير جدا على قد ما بنقدر. لكن خدي بالك ان القضاء ما عرفوش يعملوا مسيره في الشارع زي ميدان التحرير، ما عرفوش ينظموا مسيره تطلع من دوران شكرا، القضاء ما عرفوش يقفوا قدام الاتحاديه، كمان ده ما ينفعش معانا. لكن وسائل التعبير بتاعتنا محدوده جدا من خلال مؤتمرات صحفيه، من خلال مواقف، فاحنا طبعا كل ده اللي احنا بنقدر نعبر من خلاله. ايه اللي مطلوب؟ المفروض ان المواطنين المصريين الشعب المصري يقدم القضاء. ده يتم ازاي؟ لما النهارده القضاء يتعرض لهذا الانتهاك
المرعب. عايز اقول لحضرتك النهارده يبقى المواطن المصري في خطر، المجتمع المصري في خطر. خلاص ما هو ما فيش اي احكام يعني امام القضاء. نعم، لانه مش هيبقى دلوقتي اي حقوق ليه. هو هيبقى فاهم كويس جدا ان الحقوق هتاخد نفس الطريقه ونفس السياسه اللي ماشيه بيها البلد، وانه فبالتالي يعني وانه في خطر على حقوقه القضائيه. فاعتقد ان المواطن المصري يعي هذا تماما، ويمكن احنا شايفين الترجمه في الشارع مستشار امير انه دلوقتي التمرد، حمله التمرد والدعوه ل 30/6، وكل دي امور اعتقد بتشير، وانه انتوا يعني اعتقد القضاة جميعا لامسين انه في يعني اتحاد وايضا دعم كبير من المواطنين المصريين، لكن مع دعوة حضرتك اعتقد انه محتاجين يكون هذا الدعم اقوى واشد، ولانه اعتراض على كل المنظومة مش بس اللي بيحصل في القضاء بس، لانه القضاء طبعا اسوأ شيء هذا ما يحدث، لكن في كل الهيئات والمؤسسات ومنظومات الدولة كلها خطر كبير جدا على مصر. آخر حاجة يمكن بس لو حضرتك في بالنسبة لأحداث تركيا التي تحدث الآن، وإحنا هنحاول بعد الفاصل نتكلم عنها أكثر، لكن هل حضرتك شايف أن ده ممكن يكون أيضا دعوة لانتفاضة أكثر وتشجيع للمصريين أن هم يثوروا؟ يعني هو المفترض دلوقتي ناس بتقول أن هم متأثرين بالثورة المصرية في أشياء كثيرة اللي بيحصل في تركيا الآن، لكن هل ده ممكن أيضا يكون له تأثير من الجانب الآخر على فعاليات يوم 30/6 إن شاء الله؟ مستشار أمير؟ أعتقد أن احنا، لكن عموما زي ما قلت لحضراتكم بعد الفاصل هنناقش هذا الأمر. أنا بشكر جدا مستشار أمير رمزي وجوده معنا وتحليله لحكم الحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بمجلس الشورى. المستشار أمير رمزي قاضي محكمة الجنايات كان معنا وشرح لنا أيضا موقف القضاء من مناقشة والاستمرار في مناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشعب في مجلس الشورى عفوا، وهو المطلوب أنه المواطنون المصريين ده المطلوب منهم أن هم يقفوا بجانب القضاء. فاصل أعزائي المشاهدين وهنواصل معاكم، لسه معانا أحداث وأخبار كثيرة، انتظرونا.
رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، ما زلنا مع حضراتكم في تغطية للأحداث اللي حدثت خلال الأيام الماضية بما فيهم النهاردة والنهاردة الاثنين زي ما حضراتكم عارفين طبعا 3/6/2013، وكنا ناقشنا في الجزء الأول من حلقتنا الحكم يعني السابقة الأولى في نوعها باطل بس مش باطل بالنسبة للشورى وأيضا التأسيسية للدستور، وبدل ما تكون الحكم يعني زي ما الناس كانت عايزة بأنه كده هيبقى في ده دستور باطل شورى باطلة، لا الشورى ما زالت قائمة هتسن وهتشرع قوانين لغاية ما يبقى في انتخاب مجلس الشعب القادم. أيضا الدستور بالعكس هم استندوا في باقي الحكم وفي حيثياته الأخرى لمادة في الدستور أو مادتين في الدستور، معنى ذلك أن هذا الدستور مفعل وبالرغم التأسيسية بتاعته والتأسيسية اللي عملت الدستور باطلة، لكن الدستور مش باطل. يعني طبعا كل ده احنا ناقشناه. أيضا ناقشنا التصاعد بالنسبة للسلطة القضائية أن هم يعني بيعملوا مؤتمرات اجتماعات بيحاولوا يصعدوا الأمر دوليا، لكن محتاجين مساندة الشعب المصري للوقوف ضد هذا اللي بيحدث للقضاء. أيضا تحدثنا عن جلسة الخصوص، تحدثنا عن بعض الأخبار الأخرى السريعة بالنسبة لسد أثيوبيا والمؤتمر وكل هذه الأشياء، وما زال معنا في باقي حلقتنا طبعا موضوع تركيا، عندنا بعض الأخبار القبطية وزي ما قلت لحضراتكم الاحتفال بالنسبة لعيد دخول السيد المسيح والسيدة العذراء لأرض مصر، وزي ما احنا متعودين بس عشان ضيوفنا عشان مشاهدينا ما تزعلوش مننا، احنا بعد الفاصل دايما بنستقبل لو في تعليقات بالنسبة لحضراتكم حتى لو كانت على موضوعات اتقالت في الجزء الأول أو موضوعات ممكن نكون هنطرحها، فدايما ميعادنا بيكون بعد الفاصل. عشان كده احنا معانا دلوقتي ومع حضراتكم الأستاذة دولت، واعتقد ليها رأي بالنسبة لموضوع السد ومشكلة السد اللي هتأثر على مصر والسودان. أستاذة دولت برحب بحضرتك معانا. ازيك يا دكتورة منى؟ أهلا بحضرتك. بصي أنا عندي حاجة اسمعيني بس للنهاية أقولها. أنا الحقيقة أنا سمعت الاجتماع اللي عمله الرئيس مع المعارضة، يعني هو كويس إنه دعا المعارضة عشان تيجي يجتمعوا ويشوفوا حل للمصيبة دي، لكن يعني بخباثة كانوا عارضينه على الهواء، واغلب اللي كانوا قاعدين من المعارضه ما كانوش يعرفوا انه ده متذاع على الهواء، لدرجه ان الكلام اللي اتقال عيب يا دكتوره منى يتقال. ابو العيله ماضي قال نخوف اثيوبيا بان عندنا طيارات حديثه ومش عارف ايه، واحد تاني قال لا ده احنا نعمل لهم زي ما خوفنا الارهابيين اللي خطفوا الجنود وشافوا الطيارات محلقه وراحوا سايبينهم، وعمل نور قال مش عارف نعمل ايه الفضاء ده عامل زي اجتماع ومترتر، جاب القرموطي قال ده عامل زي اجتماع ام عبده اللي هي بتبيع الكبده، ليه الفضايح دي وما كانوش عارفين ولا حد عارف ان ده متذاع، هم فاكرين اثيوبيا دي عيله صغيره بيلعبوا معاها، دي حاجه. الحاجه الثانيه واحد كان اقترح انه يضربوا السد بطيارات او بصواريخ، عارفه يا دكتوره منى عشان يضربوا السد ده باي ضربه عسكريه لازم ياخدوا اذن من جنوب السودان ومن السودان عشان صواريخ ولا طيارات تقترح السودان وجنوب السودان. حضرتك كنت شديده وعنده قفله شديده. لا كنت معانا استاذه دولت الحلقه اللي فاتت، استاذ مجدي خليل تكلم عن يعني انه لا يمكن يكون في موضوع الخيار العسكري بالمره، يعني الخيار العسكري يعني ده مش مطروح وما ينفعش، فطبعا يعني كونهم يعني للاسف الشديد اللي بيحصل ده المفترض هم في مرحله لازم يفهموا انه ما ينفعش ان احنا نقعد نهدد ونعمل وعنتريه، لازم الحل الوحيد هو التعاون والحوار والاحترام. الدولة دولة عايزة تنهض بنفسها نحترمها نتعاون معاها عشان النهضة تعم بقى على الكل، مش زي النهضة اللي احنا الحياة للشعب المصري غرقان فيها هذه الأيام، النهضة اللي ما يعلم بيها إلا ربنا، يعني لكن نهضة عن نهضة تفرق. طبعا أنا بشكرك لهذه النقطة. في نقطة تانية أستاذ دولة؟ طيب أعتقد معانا أستاذ جورج كمان من نيوجيرسي، برحب بحضرتك أستاذ جورج. شكرا دكتورة منى، اسمحي لي بسرعه جدا عشان عارف حضرتك هتخشي في الموضوع الثاني، اعقب بس على الموضوع الاولاني في نقطتين لو سمحتي لو ممكن. نعم طبعا اتفضل. النقطة الأولانية بخصوص مجلس الشورى واللجنة التأسيسية عشان ما يبقاش الكلام مقرر، لكن هعقب عليها من الناحية القانونية وبعدين هعقب على موضوع أثيوبيا من الناحية الإعلامية. نعم بالنسبة للموضوع بتاع مجلس الشورى الحكم اللي كان وبتاع الدستورية، بسرعة جدا درسنا حاجة في كلية الحقوق، في حاجة اسمها محكمة جنايات
ومحكمة قضاء إداري ومحكمة دستورية. محكمة الجنايات لما بتيجي تحكم بتشتغل بنص وروح القانون. محكمة القضاء الإداري بتشتغل بنص القانون وجزء من روح القانون. المحكمة الدستورية بتشتغل بنص القانون. اللي حصل إن الموضوع راح للمحكمة الإدارية وبعد منه حولته للدستورية عشان تشوف مطابق ولا مش مطابق. كلنا عارفين الكلام ده. أما القانون راح بتاع مجلس الشورى والقرار 79 لسنة 2012 بتاع رئيس الجمهورية راح من المحكمة الدستورية. عشان المحكمة الدستورية تقول إيه؟ هل القانون دوت والقرار دوت مطابقين للدستور ولا لأ؟ المحكمة الدستورية بتاخد الدستور وبتاخد القانون اللي طلع من المجلس قبل كده اللي فات أكشن من مجلس الشعب القديم خالص أيام حسني مبارك وبتاخد قرار رئيس الجمهورية 79/2012 تضاهيهم بالقانون بالدستور تشوف مطابقين للدستور ولا مخالفين للدستور. الدستور اللي موجود قدام المحكمة الدستورية العليا اللي بتناقشه دستور ديسمبر 2012. دستور ديسمبر 2012 ما فيهوش البنود اللي طلعت بناء عليها مجلس الشورى او القرار بتاع المحكمه الدستوريه لانه طلع في ظل دستور 2011 المؤقت بتاع المجلس التشريع بتاع المجلس العسكري والتشريعات اللي جت. يعني انا كده فهمت اللي عايز حضرتك تقول ان استنادهم على الدستور صحيح، لكن معنى ذلك انه التاجيل والمط في الحكم بهذا الشكل كان علشان النقطه دي، انه علشان نوصل لان هم لما هيجوا يحكموا هيحكموا بنص القانون والدستور وبالتالي هيكون هذا الحكم، وبالتالي عشان كده كان الاخوان مرتاحين ومبسوطين. فبالتالي يعني احنا لا نعيب، يعني احنا دايما بنقول احكام القضاء تحترم وكل حاجه، لكن التوقيت بقى هنا هو اللي لعب دوره. طيب النقطه الثانيه بالنسبه لي اعتقد اثيوبيا. عشان وقتك الكريم. نعم تسمحي لي بالنقطه الثانيه بتاعت اثيوبيا بسرعه. اتفضل. الف شكر. حضرتك بالنسبه لاثيوبيا هنعقب عليها بس اعلاميا ودينيا، وانا نعم. مش يعني مش بقلل من قيمه حد، لكن احنا عارفين ان اثيوبيا دلوقتي الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه البطريرك بتاعها دلوقتي اسمه قداسه البابا تاودروس. احنا في سنه 2013. سنه 2013 بطريرك الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه ليس له اي سلطه دينيه او ليس له اي سلطه شخصيه على الكنيسه الاثيوبيه مع حبنا واحترامنا طبعا احنا لا نقلل من اي حاجه، ولا على رئيس الجمهوريه، لان اثيوبيا عندها بطريرك قائم بذاته ورئيس الجمهوريه بيخضع للبطريرك دوت من الناحيه الدينيه. حتى والكنيسه القبطيه الارثوذكسيه والكنيسه ديت ابن للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه اندرستاند او ابن للكنيسه بتاعتنا اللي هي الكنيسه الاثيوبيه. وبعد الخلافات اللي حصلت بخصوص دير السلطان وبععض الخلافات الاداريه بين الكنيستين خلال الاربع سنين اللي فاتوا، فهنا اصبح صعب جدا ان الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه باي روح او باي طريقه ان هي تخلي الكنيسه الاثيوبيه او رئيس الدوله الاثيوبي يتعاون في مشروع السد. فانا ارجو ان الكنيسه لا تثق في ذلك، لان الموضوع دوت لن يجدي اطلاقا بسبب نوع العلاقه اللي بين الكنيستين دلوقتي، الانفصال الاداري او حتى طريقه المعامله الخاصه بناء على بعض المحاكم الموجوده في اسرائيل. اسف للاطاله، بتحبي اوضح حاجه؟ لا ده لو التوضيح كده يحتاج وقت، ممكن نبقى نتكلم بعدين في هذا الامر، لانه انا مش شايفه ان في يعني انا دي رؤيتي انه الامور مش علشان علاقات كنيسه بكنيسه. استاذ جورج مع احترامي لحضرتك، الموضوع احنا ناقشناه بانه موضوع سياسي ملهوش علاقه، فبالتالي يعني الموضوع مش عشان علاقات ما بين كنيسه ايا كانت، يعني زي ما حضرتك ذكرت كده انا مش مطلعه على هذا الامر، لكن احنا اتكلمنا انه الكنيسه الموضوع ده أكبر من أنه مش موضوع اختلافات كنايس ولا الكلام ده، أنه مش الكنيسة اللي المفروض تتدخل، ده موضوع دولي، في 12 دولة بتستثمر، في دولة أثيوبيا، في دولة مصر، المفترض أن هم يتناقشوا مع بعض في مصالح هتعود كبيرة جدا على أثيوبيا، لازم مصر تشارك عشان يبقى في مصالح. بشكرك أستاذ جورج جدا. هنروح بقى أعزائي المشاهدين للموضوع بالنسبة لتركيا كده بسرعة واللي بيحصل في تركيا، والحقيقة يعني احنا كنت أتمنى أن يكون يعني معنا حد يعلق على هذا الأمر، وخصوصا أمور معينة لها علاقة، لكن لم نتمكن بالتواصل الحقيقة مع يعني حد يعلق لنا على هذا الأمر. فهطرح على حضراتكم المتاح من أخبار معانا، والحقيقة بالنسبة أنتوا يعني متابعين أكيد، وناس كتيرة قوي قوي تابعت الفترة الأخيرة، طبعا زخم الأخبار مخلي مفيش تركيز على خبر لوحده دلوقتي، عندنا سلطة قضائية، عندنا حكم محكمة، عندنا أحداث بتحصل في مصر، عندنا تمرد، عندنا تجرد، عندنا، لكن في نص كل ده، في وسط كل ده في أمر هام بيحصل وهو الثورة التركية. والثورة التركية طبعا يعني زي ما حضراتكم متابعين
الكلام اللي اتقال في الاول كان حكايه انه موضوع الشجر والكلام ده كله، لكن يعني الامر واضح انه ليه ابعاد اخرى غير موضوع انه الشجر بس. يعني الناس في تركيا واضح ان هي كانت يعني فاضيها لامور او اخرى، والامر ده طبعا يعني امر مش صغير، وبالتالي انه احنا هنحاول نقرا القرايه كده في المظاهرات بناء على الاخبار المتاحه. تركيا منذ 7 أيام بتشهد مجموعة من المظاهرات انطلقت من الحديقة الشهيرة في اسطنبول، وتطورت إلى اعتصامات شبيهة بتلك التي شهدتها كل من مصر وتونس عام 2011. اعتصم المتظاهرون في ميدان تقسيم باسطنبول، هو اسمه تقسيم. شهدت عدة مدن أخرى كأزمير وأنقرة ومظاهرات تضامنا مع متظاهري تقسيم الذين تعرضوا للعنف. يعني الموضوع كان بدايته أشجار، وأن هم اعتصموا أو تظاهروا علشان خاطر معترضين على أنه يتم بناء المول التجاري مكان هذه الحديقة. الشرطة تعاملت بعنف شديد جدا، الكل تعاطف مع الشعب، بقية الشعب اللي تهانوا وتعاملوا بهذا العنف، وبالتالي طبعا لم تخلو مظاهرات المدن بدورها من اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسقوط عدد من الجرحى فاق الألف جريح. يثير اندلاع مظاهرات تركيا تساؤلات حول ما إذا كانت نهاية حقبة الإسلاميين قد تبدأ من تركيا أم لا، وأنه مش من تونس، هنا هتبدأ من تركيا نهاية حقبة حكم الإخوان المسلمين، حيث انطلقت شرارة الثورات العربية من تونس، ولكن دلوقتي بتنطلق الشرارة ضد الإخوان من تركيا. إن هذه المظاهرات تأتي بعد اتباع الحكومة التركية العديد من السياسات التي أدت إلى استعداء الليبراليين الذين سبقوا ودعموا الحريات والسيطرة على الجيش التركي الذي لعب دورا تاريخيا رئيسي كحامي للديمقراطية العلمانية في تركيا. وحضراتكم بتشاهدون طبعا بعض المقاطع من الفعاليات، ناس زي ما حصل في مصر في ثورة مصر اللي وقفوا قدام العربيات وقدام المياه المتدفقة، وبنات وأولاد، ويعني فعلا ثورة فيها شباب كتير، فيها الناس كلها، الكباري امتلأت بالآلاف من الشعب التركي. وطبعا يعني نيجي بقى نبص من وجهة نظر الإخوان أو الخرفان، يعني زي ما بيطلق عليهم دلوقتي في إطار التواصل الاجتماعي كله، نبص نلاقي جابوا الموضوع وهمشوه بشكل يروح لحتة تانية خالص. زي ما هنا في مصر البنت قال لك إيه اللي نزلها الميدان، اللي نزلها في المظاهرات، ودي كانت لابسه عبايه بكباسين. يعني مش ان 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 المراه يعني انتهر حقها بانه تتضرب وتتهان، الفتاه الشهيره، الفتاه اللي اتهانت يعني وتعرت في فعاليات ثوره مصر، لكن هنا قالوا انه الموضوع ده كله علشان خاطر الغاء اردوغان للخمور. فرد بقى بيرد عليهم بيقول لهم هل تعلم ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وقع منذ فتره على وثيقه الحقوق الشخصيه التي يشترط الاتحاد الاوروبي فيها اباحه بيوت الدعاره؟ انت بتتكلم على انه هيمنع خمره، ده موقع على اتفاقيه بتبيح بيوت الدعاره في تركيا. هل تعلم ان تركيا حسب الموسوعات بثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط على مستوى الدعارة؟ هل تعلم أن في تركيا الدعارة قانونية ومنظمة، حيث ينبغي على النساء العاملات في هذا المجال الحصول على بطاقة خاصة من الحكومة والخضوع للإشراف الصحي المستمر؟ وهناك بيوت دعارة تخضع للإشراف الحكومي في معظم الدول المدن التركية، وأن من القانون التركي كمان لو في شخص يعني سكران يعني أخذ خمور لدرجة السكر، من المفروض أن الحكومة ترجعه لغاية بيته عشان تضمن سلامته. فانتوا بتتكلموا في ايه بقى؟ قناة 25 والصفحات الاخوان بتتكلموا في ايه بالظبط؟ رايحين ليه الاتجاه بتاع يعني اتجاه خلاكوا اوكي بيوت الدعارة مقننة في تركيا، فالموضوع يعني بيوت الدعارة مقننة وهنمنع الخمور؟ في ناس بدأوا يكتبوا برضو اراء كثيرة جدا. ايها الاصدقاء من جميع انحاء العالم، دي ناس من تركيا بينصحوا بقية الناس، بيقولهم شيء شجاع جدا بيحدث في اسطنبول في الوقت الحالي. ودي زينب دجلي واضح انها ناشطة في اسطنبول، حتى الان لا يمكن الحصول على اي تغطية من وسائل الاعلام المحلية ما عدا قناتين، حيث تم قمع كل شيء من قبل الحكومة. بدأ الاعتراض لمعارضة بناء مركز تسويق في واحدة من عدد قليل من الزوايا الخضراء المتبقية لدينا، ارجوكم انشروا سيرتنا على اوسع نطاق. نشوف مع بعض المشاهد، انه هذا الفيديو انتشر بانه مدرعة
بتدهس احد المتظاهرين في تركيا، وهنشوف دلوقتي دهسته ولا ايه اللي حصل. احتجاجات لتركيا وطبعا فعاليات كثيره جدا هنحاول نجول فيها كده سريعا، لكن زي ما قلت لحضراتكم دي بعض الفيديوهات اللي اخذت يعني رؤيه كثيره في الفتره اللي فاتت من ثوره تركيا. دول اهم لقطات كانت الحقيقه حظت على اعلى نسبه مشاهده. نشكر ربنا الشخص اللي كان مفروض المدرعه وكانوا كاتبين فوق 18 سنه والامور بتاعه الدعايه في مواقع التواصل دي عشان الناس تشوف الفيديو، الحمد لله ربنا كتب له عمر جديد. لو خدتوا بالكم كان اتزاح بالحديد اللي كان قاعد مختفي حواليه ووقف بعد كده، يعني المدرعه ما دهستهوش ولا حاجه الحمد لله نشكر ربنا. لكن في تعاملات يعني عنيفه، يعني لاحظوا المشهد، هو الراجل زي ما انتم شايفين اهو الميه معلش يمكن غلوشت على المشهد شويه، لكن هو اتزاح للجنب وهو اللي واقف ده دلوقتي، هو ده يعني نجا الحمد لله. طبعا الشخص الثاني اللي كانت الميه اندفعت عليه هو كان بيحاول يتفرعن، لكن طبعا الميه جت شديده جدا. لكن عموما المشاهد دي بتؤكد ان الناس في تركيا عملوا زي الناس في مصر، وقفوا قدام الامن وقدام المدرعات وما همهمش. فدي بس اختصار لهذا الأمر. كمان من المشاهد القوية جدا اللي كانت في تركيا أيضا، لا نغفل طبعا المسلسلات التركية، لكن السلطان سليمان صاحب مسلسل شهير وهو يعني مسلسل السلطان سليمان، الحقيقة كان هو ظهر في الفيديوهات أنه هو من ضمن المحتجين والمتظاهرين، وأثارت صورة وفيديو الممثل التركي خالد أرغنش، هو اسمه خالد لكن في المسلسل كان اسمه السلطان سليمان، خلال مشاركته باحتجاجات تركيا ضجة إعلامية كبيرة. ولم تأتي تلك الضجة لكوني فنانا فقط، بل لالتصاق دوره الأخير السلطان سليمان به، إلى درجة أن الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت الخبر بصيغة السلطان يسور ضد أردوغان. طيب فده كان يعني يمكن الامور اللي هي يعني كده على هامش هذه المظاهرات. الشرطه تعاملت بعنف شديد جدا، الشرطه كانت اطلقت قنابل مسيله للدموع بشكل كثيف جدا، الشرطه زي ما شفتوا التعامل بالميه، المدرعات اللي كانت بتحاول ان هي تخرج في الشوارع، كمان اللي استخدموه هو سبراي حارق للجسد وللعين، ودي كانت برضو من الامور الصعبه جدا. القنصليه بانقره بتنصح المصريين بعدم الذهاب الى تركيا، وكمان فورين بوليسي بتقول إيران على أبواب ثورة جنسية تهدد نظامها الإسلامي، وده كان بالنسبة لخبر عن جمهورية إيران الإسلامية مقبلة على ثورة جنسية غير مسبوقة تهدد نظامها الإسلامي. أكدت أن توجه الدولة لفرض نمط حياة متزمت يحارب الرذيلة ويروج للفضيلة. طبعا انتوا حضراتكم عارفين إيران والحكم الرجم لأي واحدة، أي واحدة بتزني، يعني نادرا ما بنشوف واحد بيرجموه، لكن غالبا ما بتكون امرأة يعني. وبالتالي فإيران شهدت تحولات اجتماعية وثقافية جذرية في الفترة الماضية. زي ما قلنا بالنسبة لتركيا الأمر محتاج أنه يعني إيه، في بعض الصور كده اللي بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لو رجعنا تاني لتركيا، أنه يعني في ناس شايفة أنه أهم حاجة انتشرت على مواقع التواصل أن دعوة من نشطاء تركيا لنشطاء مصر وتونس علشان يكون في توحد، أن يكون يوم 30/6 هو اليوم العالمي لانهيار الإخوان، انهيار الإخوان في مصر في تركيا في تونس. هل فعلا هيحصل ده ولا لأ؟ الأزمة في تركيا الحقيقة ما انتهتش، والأمور متصاعدة، والمتظاهرون الأتراك يحرقون مواد البناء الخاصة بمشروع ميدان التقسيم باسطنبول، والجارديان بتقول الجيش التركي يرفض التدخل لمساعدة الشرطة في فض الاحتجاجات،
وباسطنبول، واضح يعني لانه الجيش واخد الموقف مع الشعب التركي. وكان في اشعال نيران، ده مع تصاعد الامور في تركيا حصل اشعال نيران بمقر حزب العداله والتنميه بازمير. وناس كتير برضو بتقول شايفين اللي بيحصل في تركيا، شعب مصر فوق يا شعب مصر، الطاعزم اللي بيحصل. وطبعا احنا نقلنا لحضراتكم الامور اللي كانت يعني بتنقلها للاسف الشديد قنوات الاخوان. الجارديا بتعلق وبتقول القلق الشديد الذي انتاب الشعب التركي ينبع بالاساس من تزايد الروابط المعلنه بين السياسات والدين. الناس يعني في الاول السياسه بتاعت اردوغان بيقولوا كده انها اخذت الاتجاه اللي هو زي الكل بقى بيقول شايفين معهم الاخوان، ده احنا مصر عايزين نبقى زي التجربه التركيه، تجربه الاخوان في تركيا والتنميه و و و. لكن التجربه اتضحت انه بعد ما كان بيمهد للشعب انه في حريات وان في وفي وفي، بدات امور يحدث فيها رؤيه او يظهر فيها الاخوان الخفيين كانوا وراء كل هذه الامور اللي كانت حاصله في تركيا الفتره اللي فاتت. فبالتالي ده اللي خلى الامور، والناس كتير علقت على هذا الامر، انه السياسات بدأت تتغير وبدأت تتجه نحو الكبت ونحو الأمور الكثيرة اللي بتشير إنه في هيبقى في يعني اشتراك أو حكم للدين وخلط ما بين الدين والدولة والسياسة، وبالتالي ده أثار قلق الشعب في تركيا. طبعا يعني زي ما بقول لحضراتكم عشان بس حاجات كتيرة في يعني من الصور اللي كانت منقولة في مواقع التواصل الاجتماعي، احنا علقنا وقلنا انه الاعلام هو الاعلام في كل حتة، الاناضول والجزيرة تجاهلت مظاهرات تركيا وحتى الاعلام الرسمي بتاع الدولة هناك. لكن دي صور زي ما انتم شايفين زي ما كان بيحصل، وبيحاولوا انهم يوقعوا اليافطات اللي فيها صورة اردوغان. وطبعا الشرطة استخدمت نفس الاسلوب اللي كان في مصر الحقيقة. وكل ده الموضوع ما خلصش، الموضوع لسه مستمر. لكن لفت النظر جدا ان في السائرات البنات في تركيا الحقيقة كان ليهم تواجد كبير جدا، وكانوا يعني منتهى الشجاعة امام عربات اللي هي بيندفع منها المياه بقوة. وفي النهاية شباب بيثور في تركيا لانه مش عايز اختلاط حكم دين بدوله، وبيرفض العنف الشديد اللي بيتبعه الامن. وكمان كان في صور برضو لناس مدنيين مع الشرطه. ننقل من تركيا لانه الموضوع الصوره دي انتشرت على انها موقعه الكلب في تركيا، لكن واضح انه اثار القنابل الغاز المسيله للدموع اصابت الكلاب بالذعر، وبالتالي الكلاب انطلقت في الشوارع. وكان في صوره تانية كمان ودي علق عليها ناس كتيره جدا بانه شوفوا قد ايه الشعب التركي حنين على الحيوانات حتى، وكانوا بيعالجوا كلب عين كلب من الاثار الغاز المسيل للدموع. فالحقيقه يعني الثوره مستمره في تركيا، مش عارفين ايه اللي هتوصل لغايه فين. فاكيد في حلقتنا الجايه هيكون في امور اخرى، لانه اللي بيحصل في تركيا في ناس كتير برضو علقت انه ده في دور ودور خفي، وكلمه السر هي روسيا. وايضا العلاقات والامور اللي كانت ما بين تركيا وسوريا وتحريض تركيا والرئيس التركي والحكومه التركيه على العنف وتدعيم الجيش الحر في سوريا، وبالتالي الموضوع ليه علاقه بسوريا. واحنا الاربع الجاي يكون معادنا مع طبعا الفقرة الخاصة بسوريا، وأكيد هنتكلم عن تداعيات هذه الثورة وهل فعلا روسيا وراء هذا الأمر ولا لا. في أمور كتيرة لسه سياسيا هتبدو معنا، لكن عشان بس وقتنا عايزين نتوقف عند تمرد وتجرد. والحقيقة المفاجأة كانت، احنا ما زالت زي ما قلت لحضراتكم بفكركم تاني، حملة تمرد بتعمل بكل قوة. حملة تمرد في جميع في كل العالم يعني الحقيقة يعني بتسعى ان هي تاخد توقعات من كل المقيمين المصريين المقيمين في الخارج، وبالتالي ليهم مكاتب بس اللي يدور. فلو حضراتكم حد محتاج حاجة ممكن يحاول يبعت لنا رسائل واحنا نحاول نبعته لو عندنا معلومات بالنسبة لدول العالم الأخرى مين اللي ممكن يتوصلوا معاه. طيب عشان احنا فاضل لنا بس وقت بسيط هننتقل بسرعه لل
طبعا حبس دوما 6 شهور في إهانة الرئيس، و5000 جنيه كفالة لإيقاف التنفيذ مؤقتا. ده بالنسبة لدوما النهاردة. عايزين نروح بسرعة للأخبار القبطية، وأهم خبر زي ما قلت لحضراتكم هو كان الاحتفال بواحد يونيو أو يونيا بعيد دخول المسيح إلى أرض مصر. كنيسة أبو سرجة احتفلت بدخول العائلة المقدسة إلى مصر بحضور رموز سياسية ودينية وعسكرية، والكلام ده كان صباح أول أمس السبت. واللي حصل طبعا حضراتكم أنه كان في وفود من كنائس كثيرة زي ما أنتم شايفين، عمرو موسى، وفود من القوات المسلحة، وفود من السياحة، ومجهودات وإعلاميين وثقافيين، وكل ده مجهودات كبيرة جدا. ترأس الاحتفال الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر الجديدة وباقم الأساقفة من الكنيسة القبطية، وشملت الاحتفالية زيارة للمغارة الموجودة بكنيسة أبو سركة، لجأت إليها العذراء مريم وأقامت فيها عدة أيام. والحقيقة طبعا يعني ده شيء رائع. كمان وزارة السياحة بتؤكد أهمية إحياء مسار العائلة المقدسة للسياحة المصرية، وده على لسان هشام زعزوع، وكانت كمان فاطمة نعوت حاضرة. احتفالية تانية كانت مساء، كانت في المعادي، كنيسة المعادي، وطبعا حضراتكم الإنجيل اللي كانت لقى هناك على النيل أمام كنيسة المعادي اللي كان في مبارك شعبي مصر، وده كان يعني من الـ الأشياء الشهيرة جدا واللي موجود هناك اللي راح الكنيسة بيشوفه. قلت لكم كمان إن في محامي اتحبس سنة بسبب برضو موضوع الازدراء الإسلام، وهو المحامي الحياة القضية دي كانت مثارة من فترة، وفوجئنا بأنه الحكم تم عليه أعتقد يوم السبت. والروماني المحامي المتهم بازدراء الأديان ده في أسيوط برضو كان في بعض المشاكل وفتنة طائفية ومات فيها مسيحيين في أسيوط، مدير الأمن نفى أن يكون لها أي يعني علاقة بالفتنة. وللأسف أنه كتير دلوقتي بيوجه النظر، لأنه في حالات كتيرة في مصر بتغير دينها، وزي ما قلت لكم الموضوع مش بس تغيير دين، كمان إلحاد. والأسوشيتد بريس بتقول حالات تغيير الدين في مصر تزايدت بعد الثورة، وده طبعا لأنه اتفتحت القنوات وشفنا السلفيين وشفنا الناس الغريبة اللي بتتكلم يمين وشمال. من الحاجات اللي أنا وقفت عندها جدا ياسر برهامي الحقيقة، وطبعا حضراتكم تعلموا جميعا مين هو ياسر برهامي. كان ظهر مع هاني رمزي في البرنامج اللي بيقدمه في MBC مصر، وقال أنا ظهرت مع هاني رمزي علشان خاطر أطمن المسيحيين في مصر، وإحنا بنقول له إحنا مش محتاجين ظهور حضرتك في أي قناة ولا مع أي شخص مسيحي عشان تطمننا، لأن إحنا مش خايفين من حضرتك، لأن معانا ربنا ومعانا إلهنا السماوي اللي هو أقوى من الكل. أنت مين أنت عشان نخاف منك علشان تروح لما مجرد بتظهر مع هاني رمزي لأنه مسيحي في قناة وفي برنامج المفروض إن هو برنامج بيعرض فيه المشاكل بطريقة ساخرة، يبقى إحنا كده هنطمن وما نخافش من سيادتك ومن جنابك. يعني بصراحة يعني حاجات كده بتخلينا يعني نقف أمامها متعجبين جدا. كمان كان في الفترة اللي فاتت اتضبط فلسطينيين بمعاهم بطاقات رقم قومي وماكينات بتستخرج الرقم القومي بأعداد كبيرة جدا. بتعملوا ايه؟ كل دي استعدادات عشان الانتخابات اللي جاية. طبعا تأجيل محاكمة أبو إسماعيل بتهمة إهانة الداخلية 1 سبتمبر. الإدارية العليا بتؤجل طعن قناة الحافظ على حكم غلقها في قضية سب إلهام شاهين ل 17 يونيو. الرعب بالنسبة في شركات الكهرباء بالنسبة لشبح الإظلام، الكهرباء بتقطع في مصر دلوقتي بصورة كبيرة جدا، وفي كوارث بتحصل في كل حتة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. في الغردقة حصلت كوارث واشتعال نيران في 9 عمارات، انقطاع شبكة الكهرباء بمترو خط المعصرة وإصابة الخط الأول بالشلل. كل دي كانت أمور صعبة جدا حصلة، وأيضا تصريحات كده برضو كانت غريبة يمين وشمال. لكن عموما يعني أعتقد أنه يعني أنا كنت بحاول أعرض على حضراتكم أحداث من كده بسرعة، أحداث كتيرة بتحصل في مصر، محتاجين أنه إحنا نصلي من أجل كل اللي بيحصل. وبالرغم من انه المأساة والكوارث اللي ممكن تحصل من سد النهضة، لكن ابدا ربنا دعا يعني دعا لشعب مصر انه بالبركة، وانه ربنا ان شاء الله ما يسمحش بان يكون في ضرر على شعب مصر عموما. ايضا ربنا يكون مع شعب سوريا، مع كل الشعوب العربية في كل العالم، ربنا يكون مع الشعب اللي في تركيا ايضا، والثورة والامور يعني الاشتباكات اللي بتحصل والضحايا وايضا الاصابات. كل العالم الحقيقة بيئن ويتعب، وفي العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم، ودي رسالة الهنا السماوي لينا، عشان كده عايزين دايما نحطها قدام عيوننا ونصلي ونركع ونطلب تدخل الهي
قوي جدا في هذه الأيام اللي بيمر بيها العالم كله. ألقاكم يوم الأربعاء إن شاء الله، وأشكركم على متابعتكم لينا، ودايما في انتظار كل تعليقاتكم وأراءكم على الإيميل اللي دايما بيظهر info@karmatv.com. إلى اللقاء.